أديب وجاء عبر شاشة الجديد إلى جميع مشاهدينا بلبنان والعالم. اليوم ختام الأسبوع 12 من بطولة لبنان بمباراة مرتقبة ومنتظرة عبر شاشة الجديد. اليوم الأخاء الأهلي علي والأنصار ملعب بيروت البلدي هو عم يحتضن لقاء الفريقين، وبالتأكيد اليوم مباراة هي تحسب على أرض الأخاء الأهلي علي، وكلنا بنعرف أنه الأخاء ما بيقدر يلعب على ملعبه بقرار اتحاد. المشكلة اللي حصلت بالموسم الماضي وتحديدا بمباراة النجمة والإخاء الأهلي علي، لهالسبب كل اللي عم يسأل انه المباراة على ملعب بيروت البلدي هيدا هو السبب. بوقت لدخول الفريقين بهاللحظة الى ارض الملعب، الإخاء الأهلي علي باللباس الاحمر، الانصار باللباس الاخضر. وسط دخول الفريقين بهالوقت عم يتقدمهم طاقم التحكيمة مع جمهور الانصار الحاضر لمتابعة فريقه اليوم، وبيأمل أنه يحصل على النقاط الثلاثة، بيأمل أنه يفوز بهالمباراة على الأقل لا يبقى بدائرة المنافسة على لقب البطولة أو المنافسة على المراكز المتقدمة بالبطولة، مع المصافحة الاعتيادية ما بين لاعبي الأنصار والطاقم التحكيمي وأيضا لاعبي الإخاء الأهلي علي. بنأمل اليوم أنه يكون مباراة كبيرة يقدمها الفريقين كما عودنا الإخاء الأهلي علي والأنصار بمبارياتهم. كنا بنذكر المباراة السابقة اللي انتهت بفوز الأنصار بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. مع تشكيلة الإخاء الأهلي علي بمباراة اليوم، أحمد تكتوك عم بيكون بحراسة المرمى بخط الدفاع، إبراهيم خير الدين، طارق العمراتي، أحمد عطوي، محمد رضا، بخط الوسط حسين طحان، جوزيل دليمة، هيثم عطوي، وبخط الهجوم موجود عماد غدار، دياغو، وأليكسي خزاءة. هذه تشكيلة الإخاء الأهلي علي باستراتيجية الأربعة ثلاثة ثلاثة رح يعتمدها اليوم المدرب محمود حمود. والصورة التذكارية للإخاء الأهلي علي ومع مقعد احتياط الفريق المدرب محمود حمود، وليد حمدان حارس المرمى، واللاعبين حسن ملاح، قاسم محمود، جعفر أبو طعام، ريان كوماند، ربيع الحصري، ومحمد حمود. ايضا تشكيله الانصار، محمود بحراسه المرمى، لاري مهنا، محمد حمود، راموس، حسين السيد، وحمزه عبود، هن رباعي خط الدفاع، محمد باكر ايوب، نبيل بعلبكه، قاسم ليلى، ووسام صالح بخط الوسط، رودريجو لوبيز، وبرنس ابدي ادولفوس بخط الهجوم. هذه هي استراتيجيه المعتمده اليوم من قبل المدرب العراقي هاتف شمران، 4-5-1. ليه؟ لانه رودريجو لوبيز راح يكون له دور هجومي خلف برنس. اكيد رح يكون لنا عوده لنتحدث عن التغييرات وعن استراتيجيه فريق الانصار مع مقاعد الاحتياط حسن مغنيه، انس ابو صالح، محمد عطوي، سامر شحاده، محمد سبايع، علي عمر، عثمان، ومحمد عسكر. ايضا فريق الانصار يلي عم يفتقد اليوم لعنصرين كثير مهمين هن ربيع عطايا ومحمود كوجوك، مع حكام المباراه محمد درويش عم بيعاونوا عدنان عبد الله، علي المقداد، والحكم الرابع جهاد غريب. ما بعرف يعني اليوم شربل قد ايه الانصار ممكن يكون يحل المشكله الهجوميه. بنعرف الانصار يعني ما عم بيسجل بشكل كثير كبير، ما عم بهز الشباك، بوجود اليوم لوبيز بالاضافه الى برنس ممكن هالمشكله تنحل شربل. فعلا الانصار اذا كان عم بيكون افضل خط دفاع بعد مرحله الذهاب، 8 اهداف فقط دخلوا فريق الانصار، كان عنده صاحب افضل خط دفاع، لكن 11 هدف فقط فريق الانصار سجل. هالمشكله الهجوميه اللي كان عم يتحدث عنها كثير المدرب هاتف شمران حتى قبل بدايه الدوري، كان طلب التعاقد مع مهاجمين اجانب، اليوم عم بيصير هالموضوع، وجود رودريجو لوبيز بخط الهجوم ووجود برنس ايضا العائد الى صفوف الانصار بخط الهجوم مفروض يغير كثير من صوره الانصار على الصعيد الهجومي تحديدا. بانتظار صافره بدايه اللقاء والحكم محمد درويش، هيدا امامنا رودريجو لوبيز البرازيلي اللاعب رقم 11، وايضا برنس ابدي ادولفوس لاعب رقم 28. مع انطلاق المباراه الكره الاولى انصاريه عند نبيل بعلبكه، نبيل ايضا باتجاه باقر ايوب اللي راح يكون من دون شك له دور مهم على الصعيد الهجومي لمسانده ثنائي الهجوم رودريجو لوبيز وبرنس ابدي. كره ايضا مع محمد رضا الوافد الجديد الى التشكيله الاساسيه لفريق الاخاء الاهلي علي. عم يعوض اليوم غياب أو تواجد محمد حمود على مقاعد البدلاء، محمد حمود واحد من اللاعبين المهمين يلي بيقوموا بدور كتير كبير على الصعيد، أيضا قاسم محمود على مقاعد البدلاء، عادة هن بيتناوبوا على مركز الظهير الأيمن، محمد حمود كان تعرض لإصابة طفيفة مع الخطأ والاصطدام يلي حصل بين جوزيال داليما
واحد لاعبي الانصار رح نشوف مين. محمد حمود تحديدا، محمد حمود الانصار طبعا. جوزيال متواجد على ارض الملعب. فعلا واضح اليوم الاخاء الاهلي علي عم بيخوض المباراه بذات التشكيله اللي خاض فيها مباراته بكاس لبنان وقدر يفوز على العهد بخماسيه نظيفه، يعني امر واضح من جانب المدرب محمود حمود انه التشكيله ربحت 5-0 هي اللي بتلعب مباراه اليوم. من دون شك محمود حمود عم يبني على هالنتيجه الكبيره يلي حققها بربع نهائي كاس لبنان على العهد، بينما الانصار كان تعرض لسقطه قويه جدا امام النجمه، خسر بثلاث اهداف بنفس المسابقة، وبالتالي الأنصار مطالب اليوم بالتعويض، بينما الإخاء مطالب بالبناء على هالنتيجة الطيبة يلي حققها وحصد ثلاث نقاط. بالتأكيد يعني رجاله اليوم لهاتف شمران هم مختلفين تماما عن المباراة السابقة أمام فريق النجمة واللي خسر فيها الفريق بنتيجة 0-3. الأمور مختلفة تماما من ناحية التشكيلة، الأجانب موجودين أصبحوا حاضرين، وأيضا اللاعبين اللبنانيين المصابين وغيرهم كانوا عم بيكونوا موجودين بالمباراة. مع الركلة الحرة على الجهة اليسرى محمود باقر أيوب عم ينفذ الكرة عم تنقطع، ايضا نبيل بعلبكي بتسقط امامه تبقى انصاريه مع باكر ايوب لاعب يتمتع بمهارات مميزه. باكر بحاول يحمي كرته، شوفي باي طريقه عم يمر على محمد رضا، باكر بحافظ على كرته بين لاعبين وعم يكسب رمي التماس. ممتاز باكر ايوب عند ما يحمي الكره من الصعب انتزاعها منه. رح شوف الحكم محمد درويش فعلا رمي التماس، ومثل العاده وسام صالح رح يلعبها على طريقه الكورنر، رمي التماس طويلة. وسام صالح لاعب يلي أخذ مكانه بالتشكيل الأساسية للأنصار بيلعب رمي التماس طويلة مع الرأسية والمحاولة الأولى الأنصارية تبعد من دفاع الأخاء الأهلي عليه. دياغو الوحش البرازيلي بهجوم الأخاء، دياغو أيضا بغير اتجاه اللعب على الجهة اليمنى عند محمد رضا. رضا أيضا عم يتقدم بحاول يسلم الكرة لهيثم عطوي بعلبك. رودريجو بأول لمسة للكرة بعيدها الخلف عند محمد حمود. راقبوا رودريجو لاعب مهاري جدا، كتير بحب يهرب على الخط كرمال يستلم الكرات كرمال يخترق الدفاع، هذا الأمر مفيد جدا لبرنس يلي بحب يتمركز داخل منطقة الجزاء، بحب توصل له الكرات عن الأطراف ليهز الشباك ليسجل. بفتكر الأنصار لقى مهاجمين يعني رح يكونوا متناسقين مع بعضهم إلى حد كبير، هذا الامر يعني لمسناه بالمباريات الوديه اللي خاض فريق الانصار بالفتره اللي توقف فيها الدوري وقبل انطلاق مرحله الاياب مع احمد عطوي على الجهه اليمنى رمي التماس ايضا. يعني ما بعرف تنافس برميات تماس طويله مين بيوصل اكثر، هالكره عند دياغو بترتد هيثم عطوي مع المحاوله الاولى والتسديده فوق مرمى لاري مهنا. يعني هالمباراه ايضا هي ضمن صراع الفريقين على المراكز المتقدمة بالدوري اللبناني، الأنصار بالمركز السادس ب 14 نقطة تقدم فقط على الأخاء الأهلي علي بفارق المواجهات لأنه قدر يفوز على الأخاء ذهابا على هالملعب بالتحديد 3-1. أيضا الأخاء 14 نقطة مع الهجمة على الجهة اليمنى، حمزة عبود بحاول يلعب الكرة عرضية مقطوعة بالوقت المناسب من أحمد عطوي، كان بانتظارها برينس وكان بانتظارها رودريجو أيضا. خطر جدا الانصار يبدو اليوم عم بيهاجم على الاطراف بطريقه كثير منيحه مع الكره العرضيه ايضا الملعوبه لداخل المنطقه، حسين السيد على مسارة مقطوعه ايضا حمود صاحب ثلاث اهداف والتسديده غير المركزه كانت الى رمي التماس. مثل ما ذكرنا ان الانصار فاز بثلاث مباريات تعادل بخمسه وخسر ثلاث مباريات مثله مثل الاخاء، لكن الاخاء بيتميز عليه على الصعيد الهجومي كان سجل 16 هدف دخل مرمى 15 هدف، يعني علامة استفهام كبيرة حول القدرات الدفاعية للاعبي الأخاء مقارنة بالجهة الهجومية بوجود لاعب مثل دياغو بوجود أليكسي خزاعة أيضا بوجود عماد غدار، ثلاثي رهيب بخط هجوم الأخاء الأهلي علي. على أمل أنه نشوف أهداف كثيرة بمباراة اليوم مع حسين السيد بيلعب الكرة أمامية باتجاه برينس مقطوعة أيضا من دفاع الاخاء. رودريجو تسقط الكره امامه، رودريجو بهالصراع كان عنده اصابه طفيفه رودريجو هالاسبوع، يعني نوع من شد عضلي اصيب خلال التمارين، لكن مصادر الانصار بتقول انه جاهز المهاجم البرازيلي بشكل تام لخوض مباراه اليوم. الكل عم يترقب شو ممكن يقدمه اللاعب رودريجو لوبيز، كان لاعب بالبرازيل مع ساو بنتو كلوب ديبورتيفو سبورت كلوب دي جاو وفيرو فياريا
ضمن بطولة باوليستا، نعرف الدوري البرازيلي مقسم لعدة بطولات بين ساو باولو ريو دي جانيرو وغيرها من المناطق. مع الكرة الأمامية مقطوعة من نبيل معلبكي تحديدا، لاعب الأخاء الأهلي عليه سابقا، برينس عم يحاول يشارك، جوزيال هو اللي بيحصل على الكرة، أيضا وسام صالح، حمزة عبود، كرة عند برينس، برينس أبدي أدولفوس، هيدا الاسم الكامل للاعب النيجيري، مع المحاولة على الجهة اليمنى الأنصارية، مقطوعة عماد غدار، غدار عم يحمي كرته بين ثلاث لاعبين من الأنصار، وسام صالح هو اللي بينجح بالحصول عليها، مرور رائع من وسام صالح، وسام صالح عم يتابع تقدمه على الجهة اليمنى، وسام أيضا بمواجهة إبراهيم خير الدين عم يحاول يمر، عم يسقط على أرض الملعب، ما في أي خطأ عم يقول الحكم، ما في أي خطأ أبدا عم بيقول الحكم علي المقداد، كان قريب من الحالة. مع الكرة باتجاه دياغو، خطير جدا اللاعب البرازيلي، وين ما كان دياغو بيكون خطير، دياغو بيحافظ على كرته، من الصعب انتزاع الكرة من دياغو عندما يحميها. مع الطحان، حسين طحان باتجاه محمد رضا، كنترول جيد من رضا لكن كرته مقطوعة، في خطأ لمصلحة محمد حمود. يعني بداية سريعة على المباراة، بداية جيدة، رغبة موجودة عند الفريقين للتسجيل محمود. لا شك اليوم هي مباراة عنوانها هي الأهداف، يعني أنا بتوقع اليوم المباراة تشهد أهداف عديدة ما بين الفريقين، واضح من أداء اللاعبين على أرض الملعب، رغبة كتير كبيرة عند الأخاء وأيضا عند الأنصار بتسجيل أهداف بمباراة اليوم، والرغبة أكبر عند واحد من الفريقين يحصل على النقاط الثلاثة، أمر هام جدا بالنسبة للنقاط الثلاثة اليوم، في حال واحد من الفريقين قدر يحصل عليها. يعني عم نشوفها بالإعادة، محاولة المرور كانت من وسام صالح وإبراهيم خير الدين، على كل أحوال الحكم أمر متابعة المباراة مع الكرة لعند محمد حمود، الأنصار مجددا مع نبيل بعلبكي، أيضا لحمزة عبود كان عم يفتقدوا، كان عم يفتقدوا الأنصار بالمباراة الدربي ما بين النجمة والأنصار، مع حمزة عبود مجددا بيحاول يمر حمزة عبود، كرة إلى خارج أرض الملعب، ركنية أنصارية، ركنية لمصلحة الأنصار. شوفوا عماد غدار اللاعب المهاجم هو اللي عم يعمل تغطية الدفاعية وعم يقطع الكرة من أمامه لحمزة عبود، الأنصار إذن عم يحصل على ركنية بهاللحظات. دخلنا على الدقيقة التاسعة، النتيجة لازالت التعادل السلبي بين الفريقين، ركنية على يسار لأحمد تكتوك، كرة تتنفذ داخل منطقة الجزاء، إنما الكرة بتنقطع، وسام صالح أقرب لهي الكرة ليعيد الكرة لمصلحة فريقه وما بينجح، محاولته ما بتكون ناجحة لوسام صالح بالوقت اللي دياغو بيحاول يمر. بالمناسبة دياغو كان تلقى البطاقة الحمراء بمباراة الذهاب، كان تابع فريقه مع نهاية المباراة بالنقص العددي، كنا بنذكر المشكلة اللي حصلت ما بين دياغو وحسين سيد، على أثرها دياغو كان حصل على البطاقة الحمراء، بوقتها قلنا ما اعتدنا على دياغو يكون عنده عصبية كتير كبيرة. أيضا مع أحمد تكتوك، تكتوك بيلعب كرة طويلة باتجاه عماد غدار، مقطوعة من حسين سيد، بتعود الكرة أنصارية، حمزة عبود على الجهة اليمنى ومع جمهور الأنصار الحاضر لتشجيع فريقه، كرة باتجاه برينس، إنما الكرة بتنقطع، أو جمهور الأخاء اللي كان عم يظهر أمامنا على الشاشة، حاضر أيضا جمهور الأخاء لتشجيع الفريق الجبلي، يعني ليش لا، جمهور الأخاء لازم يكون حاضر، الفريق عم يعمل نتائج لافتة ومهمة. وسام صالح يلعب رمي التماس لداخل منطقة الجزاء، بتنقطع من الدفاعات الأخاء، بتعود لعند نبيل بعلبكي، ما بعرف نبيل عم بيسدد، بكل الأحوال تسديدة كانت ضعيفة جدا من صاحب الرقم 7، اللاعب المخضرم بصفوف الأنصار. مع ركلة مرمى وجمهور الأنصار وعصام عياد المشجع الأول الأنصار والمشجع الأول بلبنان دائما حاضر بالملاعب، بالمناسبة يعني البعض اتهم عصام عياد بمباراة النجمة والأنصار بمسابقة كأس لبنان إنه كان موجود بالمباراة، إنه تكلم بعض الكلام الغير لائق من جهة عصام عياد، هذا الأمر غير صحيح تماما، لأنه بكل بساطة عصام عياد ما كان موجود بمباراة النجم والأنصار بصغرتها، لهالسبب يعني كل هالاتهامات هي باطلة. حتى عم نشوفه بمباريات الدوري النهائي للفوتسال محمود، فعلا يعني عصام عياد دائما حاضر بأكثر من المباريات، أيضا مع الأنصار بتعود الكرة لعند باكر أيوب، محمد باكر أيوب بيحاول يمر، بيلعب تمريرة أمامية
تنقطع الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس لمصلحة الأنصار. هذا الموسم رقم 15 بين الفريقين بالمناسبة، من وقت صعود الإخاء الأهلي علي إلى الدرجة الأولى موسم 93-94. مع كرة لعند برنس، برنس بيحاول يمر، أيضا مقطوعة كرته. وهيدي المباراة الرقم 30 اللي عم تجمع الأنصار والإخاء الأهلي علي. أيضا مع الأنصار تنقطع الكرة، بتعود الكرة لمصلحة الإخاء، الهجمة مرتدة، أليكسي خزيئة بمر بها الكرة، بعده عم يتقدم، بيلعب تمريرة لوسط الملعب، هيثم عطوي أيضا لعند أليكسي خزيئة، خطيرين الإخاء بهالمحاولة مع الرقم 7، بيحاول يمر أو بيلعب كرة عرضية، كرة العرضية بتنقطع إلى خارج أرض الملعب، رمية تماس لمصلحة الإخاء. يعني واضح، واضح من بداية المباراة، يعني الإخاء هجمة، الأنصار هجمة، محاولة من هون ومحاولة من هون. هيدا هو أليكسي خزيئة صاحب ثلاث أهداف بمرمى العهد. الصراع الثنائي البرازيلي كان بين جوزييل دالي مواد ورودريجو، فعلا صراع دائم إن كان بالملاعب اللبنانية وأيضا بالملاعب العالمية. أيضا مع رمية التماس باتجاه دياجو، تسديدته الرأسية ضعيفة جدا، بتعود لمصلحة الأنصار. شوفوا حتى أليكسي خزيئة بيحاول إبقاء الكرة داخل أرض الملعب، على كل حال ما بينجح، ركلة مرمى لمصلحة الأنصار. ثلاثين لقاء إذن، أيضا الصراع البرازيلي، البرازيلي يعني راموس، دياغو، جوزييل ورودريجو، أيضا أربع يعني لاعبين برازيليين. نكهة برازيلية اليوم بملعب بيروت البلدي مع هالكرة الأمامية، تنقطع أيضا، بتعود الكرة لعند وسام صالح، وسام صالح يحمي كرته، بيعيد الكرة لعند حمزة عبود، أيضا مع الأنصار تناول الكرة بهالوقت من أجل إيجاد أي ثغرة بخط دفاع الإخاء الأهلي علي. أيضا مع راموس، تقدم نبيل بعلبكي بهالوقت صاحب الرقم 7، نبيل بعلبكي بيمر، بعده متقدم، بيحاول يمرر، تمريرة مقطوعة من نبيل بعلبكي، بتعود الكرة لعند دياغو بالوقت اللي محمد رضا بروح ياخذ مكان، انما دياغو بيعيد الكرة للخلف لعند احمد عطوي، والحكم بيشير لخطأ لمصلحة الإخاء الأهلي علي. كنا عم نتحدث إذن عن المباراة رقم 30 بين الفريقين، الفريقين كانوا التقوا 29 مرة وسط بطاقة صفراء عم يرفعها حكم المباراة بهاللحظات. بطاقة صفراء كانت عم ترفع بوجهه لقاسم ليلى. الأنصار كان فاز 21 مرة مقابل الإخاء الأهلي علي، هزم الأنصار 5 مرات وتعادل الفريقين 3 مرات شربل، وسجل الأنصار بمرمى الإخاء 48 هدف، إنما الإخاء سجل بمرمى الأنصار فقط 20 هدف. يعني إحصائية لفتة مع الكرة الطويلة إلى داخل منطقة الأنصار مقطوعة، بتبقى الخطورة للأخاء الأهلي علي مع التسديدة من أليكسي خزيئة ضعيفة، بتروح لمحمد حمود، الأخاء بدوره أيضا عم بيحاول يهاجم. يعني آخر فوز للأخاء، صحيح هو حقق فوز كبير على العهد بمسابقة كأس لبنان، لكن آخر فوز للأخاء بالدوري كان بالمرحلة الثامنة على السلام صغرتها 3-1، من بعدها سقط الأخاء بفخ التعادل بثلاث مباريات على التوالي، تعادل مع الاجتماع طرابلس 2-2، مع النجمة 1-1، ومع التضامن صور 0-0. بالتالي الأخاء لا شك إنه بده يسعى لأنه حقق ثلاث نقاط اليوم، بينما الأنصار كان خسر بالمرحلة الأخيرة ذهاباً أمام العهد 1-2، وقبلها خسر مع المبرة أيضاً 0-1. وآخر فوز للأنصار بالدوري بيعود للمرحلة السادسة من 6 مراحل الأنصار ما فاز، كان فوزه على الاجتماع 1-0. هو طبعاً تلي فوزه على الأخاء الأهلي علي بالمرحلة الخامسة 3-1. يعني هيدا دليل على الرغبة الواضحة عند الفريقين بالفوز بمباراة اليوم. مع بكر أيوب كرته مقطوعة بتروح لعند برنس يلي عم يسقط وعم يحصل على خطأ. برنس أبدي العائد إلى صفوف الأنصار، ليه عم نقول عائد إلى صفوف الأنصار؟ لأنه عام 2009 كان عم يدافع عن ألوان القميص الأخضر المهاجم النيجيري، وبالمناسبة وصل للبنان مش لفريق الأنصار بالمرة الأولى، كان مع السلام صغرته وانتقل منه للأنصار، وبعد رحيله للأنصار لعب مع التضامن الكويتي بالدرجة الأولى، لعب أيضا بأوروبا مع نفط كسبورغاس قلب الغاري، مع الكرة أيضا إلى داخل منطقة مقطوعة من مدافعي الأخاء. لحد هلأ دفاع الأخاء عم ينجح بقطع كل الكرات، لكن في خطأ هون مع برنس وسام صالح، ممكن نشوف خطورة هالتسديدة من وسام صالح بترتد إلى ركلة ركنية.
صحيح الفرص الحقيقية منا موجودة بعد مرور 16 دقيقة على بداية اللقاء، لكن النزعة الهجومية واضحة، وهذا الأمر عم يعطي حلاوة بعض الشيء للمباراة. حتى بداية مباراة النجمة والسلام صغرتا امبارح ما كانت هيك، مع حمزة عبود على الجهة اليمنى بحاول يلعب الكرة العرضية مقطوعة إلى ركلة ركنية جديدة. هيدا إبراهيم خير الدين أمامنا، أربع ركلات ركنية لفريق الأنصار. مجددا حمزة عبود على الجهة اليمنى، لاعب الصف السابق حمزة بيلعب الكرة لداخل منطقة، باكر أيوب كان بالانتظار لكن مقطوعة من مدافعي الأخاء، بتعود لحمزة عبود منه أيضا كرة عرضية إلى داخل منطقة، والرأسية من حسين السيد، رأسية من حسين السيد إلى جانب مرمى أحمد تكتوك. أحمد تكتوك يلي أثبت نفسه كحارس أساسي بصفوف الأخاء، وكان تم استدعائه للمنتخب الوطني بالفترة الأخيرة. طبعا اليوم بغياب ربيع الكاخي مع صفوف الأخاء الأهلي علي بسبب الإصابة، لكل حال رح يكون صعب على المدرب محمد حمود عند عودة ربيع الكاخي اختيار الحارس الأساسي لفريقه، وخصوصا مثل ما ذكرنا أن التكتوك أثبت نفسه، والدليل استدعائه للمنتخب الوطني. وسام صالح اللاعب الصغير يلي أخذ مكانه بتشكيل الأساسية لفريق الأنصار، والقادم حديثا من الشباب العربي أيضا، كرة مقطوعة إلى رمي التماس جديدة عند وسام. وسام صالح على رمي التماس على الجهة اليمنى، بيلعبها طويلة مرة جديدة إلى داخل منطقة خطرة، محمد رضا عم يقطع بالرأس والتكتوك عم يلتقطها. هذا أمامنا جوزيبي جانيني مدرب المنتخب اللبناني الإيطالي، وعلى جانبه منسق منتخب لبنان الزميل رشيد نصار. وأيضا كرة أمامية مش لحدا، هالكرة أيضا من دون عنوان توصل لعند التكتوك. شوف بالإعادة محاولة حمزة عبود كان في مطالبة من الأنصار بلمسة يد، على كل حال اللمس لو حصل كان خارج منطقة الجزاء، مع جمهور الأخاء الأهلي علي اللي عم يشجع فريقه اللي عادة بيحضر بأعداد بملعب حمدون، لكن اليوم عم يخوض المباراة بعيدا من ملعبه رغم أنه محتسبة على أرضه، مع الكرة يلي تبعد أمامه لرودريجو. هيدا لاري مهنا أمامنا الحارس الدولي مع باكر، باكر عم يتابع فاصل المهاري، باكر مرور مميز عن محمد رضا وأحمد عطوي، لكن كرة تطولت ورمي التماس جديدة للأنصار. رودريجو بيتبادل الكرة مع باكر أيوب، رودريجو لوبيز شوفوا مهارات اللاعب، رودريجو مجددا بيحافظ على كرته عم يسقط، رودريجو عم يحصل على خطأ. رودريجو عندما بيلعب على الطرف بيكون خطير جدا، بيتمتع بمهارات مميزة رودريجو لوبيز. ما بعرف إذا اليوم أرضية ملعب بيروت البلدي رح تسمح له بإظهار جزء من هالمهارات. طبعا بغياب ربيع عطايا عم يعمل نفس الامر اللي عم يعمله ربيع عطايا رودريجو، بيحصل على اخطاء دائما على ما شارف منطقه الجزاء. ومن دون شك فريق الانصار بحاجه لمحرك، بحاجه لدينامو يوصل الكرات الى داخل المنطقه، مع محمد حمود هو اللي بيلعب الكره الى داخل المنطقه، مقطوعه من طارق العمراتي بتبقى انصاريه، وهالتسديده البعيده كانت من حمزه عبود. مجددا الانصار عم بيحاول من خارج منطقه الجزاء، حمزه عبود كان صاحب المحاوله الاخيره باتجاه مرمى احمد تكتوك. تكتوك وركلة المرمى، الكل بانتظار الفرصة الأولى بالمباراة. تكتوك بيلعب الكرة إلى وسط الملعب تحديدا، وسام صالح برأسه بتروح لبرنس، ممكن تكون خطرة، وسام صالح عم يروح تيزيد داخل منطقة جزاء، برنس عم يتقدم، برنس عم يحاول يمر على العمراتي، برنس بالفعل عم يمر عم يلعب باتجاه رودريجو، ممكن نشوف هدف أول، رودريجو رودريجو رودريجو، فيفا البرازيل، رودريجو لوبيز ابدا ما خيب الامال من اول لمسه للاعب البرازيلي داخل منطقه الجزاء، عم بهز الشباك، لاعب اجا واعد بكثير اشياء يعملها بالملاعب اللبنانيه، بالفعل رودريجو عم بهز الشباك،
كان وعد جمهور الأنصار بأنه يسجل بأنه يخلي المشكلة الهجومية تنتهي تختفي بفريق الأنصار. هيدا الأمر يلي عم يعمله، اختفى بالكرة داخل منطقة الجزاء وعلى غفلة من دفاع الأخاء الأهلي علي نجح بهز الشباك. رودريجو لوبيز بالدقيقة 21 تحديدا عم يعطي التقدم لفريق الأنصار. ومن مين اجت الكرة؟ من برينس، هو صاحب المجهود. هيدا النجاح الهجومي عند فريق الأنصار بلش يتحقق. رودريجو لوبيز شوفوا بأي طريقة وقف على كرته، فعلا فنان رودريجو لوبيز، وبالقدم اليسرى سدد بطريقة جميلة جدا وهز الشباك. برينس فعلا محمود، خلينا نشوف يعني المجهود الكبير يلي عمله برينس بالكرة الأخيرة وكيف وصل الكرة لرودريجو. هيدي الثنائية الهجومية يلي طالب فيها المدرب هاتف شمران، وهو عرف انه الحل لمشكلته الهجومية رح تكون عبر الأجانب. فعلا الانطلاقة الصاروخية كانت لبرينس أعطت الفرصة الكبيرة لمصلحة الأنصار بأي طريقة. فعلا كان يعني داخل منطقة الجزاء رودريجو عم يوقف على كرته بمهارات عالية جدا، يعني كعب عالي فعلا لرودريجو عم بيأكد داخل منطقة الجزاء، فنيات عالية جدا من خلال الأنصار عم يفتتح التسجيل ويعلن عن أول أهداف المباراة. هيدا هو كان المطلوب بالنسبة للأنصار، هذا هو كان المطلوب إنه الحل الهجومي. الوقت اللي هناك خطأ، يعني ما بعرف يا جلبير بتستحق يمكن الإعادة هدف الأنصار، بيستحق تماما رودريجو. نشوف اللمحة اللي عملها داخل منطقة الجزاء وانطلاقة برينس، يعني اللقطة من بدايتها بالنسبة لانطلاقة برينس وكرته العرضية مع الكرة اللي عند العمراتي. العمراتي بيلعب كرة داخل منطقة الجزاء تنقطع من الدفاعات الأنصارية، أيضا الكرة اللي عند برينس. بكر أيوب، كرته اللي عند محمد حمود، يعني الأخاء عم يضغط بهالوقت، عم يضغط من اجل الرد، من اجل تعديل النتيجه، من اجل صنع الفرصه والخطوره امام مرمى الانصار. ايضا مع الاخاء كره تنقطع، بتعود الكره انصاريه. الهجمه المرتده ممكن يكون خطيره، والحكم لاعب بالمباراه مع الكره لداخل منطقه الجزاء مجددا لمصلحه الاخاء الاهلي علي، وتدخل من دفاع الانصار. تنقطع الكره من حسين سيد وايضا حمزه عبود بتكفل بالامر الثاني، بشتت الكره الى الامام. مع الدقيقه 24 الانصار 1 الاخ الاهلي علي صفر، يعني بعكس المباراه الذهاب تماما، بعكس مباراه الذهاب كان الاخ هو اللي تقدم على الانصار 1-0، من ثم الانصار قلب النتيجه وفاز 3-1. هل بامكان الاخ اليوم يعمل نفس الامر اللي عمله الانصار بالمباراه السابقه، يعني يقلب النتيجه، يعادل النتيجه ويفوز؟ كل الاسئله مطروحه اليوم والاجابه صعبه عن اي سؤال بمباراه عم تجمع الانصار والاخال مع دياجو. دياجو داخل منطقة الجزاء بحاول يمر دياجو، يعني واضح الضياع بهاللحظات من جانب دفاع الانصار. انما بالوقت محمد حمود بغير اتجاه اللعب لعب باكر ايوب. باكر ايوب امكانيات عاليه عند صاحب الرقم 20، بيلعب تمريره اماميه، انما خاطئه كانت من باكر ايوب، بده يحاول يصلح خطا. وباكر ايوب بيتقدم باكر بيحاول يحصل على الكره، انما تعاد الكرة لمصلحة الأنصار لعند راموس. أيضا الكرة الطويلة من محمد حمود الأمامية باتجاه رودريجو، والكرة بتنقطع من أحمد عطوي إلى خارج أرض الملعب، ركنية لمصلحة الأنصار. يعني واضح ارتباك مدافعي الأخاء الأهلي علي أمام رودريجو لوبيز، وخاصة أمام انطلاقات برينس. بالتأكيد يعني هناك ارتباك كتير كبير بدفاع الأخاء الأهلي علي. محمد حمود هو اللي عم يتوجه لينفذ الركنيه لمصلحه الانصار، البحث عن الهدف الثاني. شوف الصراع ما بين رودريجو ودليما مع محمد حمود موجود خلف الكره. الركنيه انصاريه بقدمه اليسرى، بيلعب كره داخل منطقه الجزاء بتمر عن الجميع، وبتعود الكره لمصلحه الاخاء عن طريق عماد غدار. عماد بينطلق بهالكره، بيحاول يمر، بيقف على كرته، بغير اتجاه اللعب. محاولة الإخاء مجددا مع الكرة الطويلة الأمامية، إنما موجود حسين سيد أو ليقطع الكرة، وبتعود الكرة أنصارية مجددا مع راموس. هذا محمد حمود راح ياخذ مكان راموس، بيلعب كرة طويلة، البحث دائما عن برينس. بتعود الكرة أنصارية، رودريجو، باكر أيوب. شوفوا انطلاقة محمد حمود، أخذ مكان محمد حمود، ممكن الكرة العرضية، العرضية داخل منطقة الجزاء، إنما طارق العمراتي بيقطع الكرة إلى خارج أرض الملعب ليحصل الأنصار على رمية التماس. رمية التماس إذا أنصارية، الأنصار هز الشباك، الأنصار عم بيقرب أكثر فأكثر إلى منطقة جزاء لأحمد تكتوك، يعني عم يحصل على الركنيات العديدة وأيضا على الرميات التماس العديدة.
بمحاذاة منطقة الجزاء والتعليمات المستمرة من المدرب محمود حمود. هيدا هو برنس لعب الواعد بإياب البطولة مع وسام صالح. التماس لداخل منطقة الجزاء بتنقطع من دفاعات الإخائية أو بتعود الكرة لمصلحة الأنصار. محمد حمود موجود بوسط الملعب. حمود بيحاول المر، ممكن سدد حمود، تسديدته سهلة جدا بين يدي أحمد تكتوك. يعني عم نلاحظ محمد حمود عم بجرب حظه أكثر من مرة من خارج منطقة الجزاء. هيدي هي الإعادة للهدف الأنصاري، هيدي هي انطلاقته لبرنس، مر عن طارق العمرات وشوفوا ملا لمسة الكرة العرضية. وهون الفنيات الكبيرة بأي طريقة أمام ثلاث لاعبين أو أربع لاعبين، يعني عنده كل هالإمكانات رودريكو داخل منطقة الجزاء. يعني هيدا أمر بدهم ينتبهوا له كتير منيح، دفاع الإخاء من جهة وأيضا الدفاعات الفرقة الثانية من الجهة الثانية. يعني الأنصار ممكن يوجه إنذار شديد اللهجة بمباراة اليوم لكل الفرق الموجودة بالبطولة، إنه ممكن بنفس الوقت الأخاء يكون عنده رأي آخر بمباراة اليوم. عم نقول فعلا صعب التكهن بنتيجة هالمباراة مع رمي التماس. كرة لداخل منطقة الجزاء، أيضا كرة مرة جديدة إلى خارج أرض الملعب. رمي التماس مجددا لمصلحة الإخاء الأهلي علي، اللي بده يحاول اليوم يحقق فوزه السادس بتاريخ لقاءات الفريقين. مع رمي التماس مجددا لداخل منطقة الجزاء، بتمر عن الجميع، خطيرة 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 خطيرة، بتنقطع الكرة، بتتخلص الكرة عن خط المرمى تماما. يعني الضياع اللي عم نتحدث عنه بالنسبة لدفاع الأنصار أمر واضح باللقطة الأخيرة. ولارم هنا كان موجود، والركنية لمصلحة الإخاء بهاللحظات. يعني خطورة الإخاء أيضا واضحة، ورغبة الإخاء بتسجيل هدف التعادل مع الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء. بتنقطع الكرة من الدفاعات الأنصارية وبتعود لمصلحة الإخاء. وهناك هناك صافرة من حكم المباراة محمد درويش. شوفوا ألكسي خزاقة، شوفوا مش ألكسي خزاقة شربل، شوفوا لاري مهنا ما ردت فعل. إنجاز فعلا كان من لاري مهنا محمود على الكرة الأخيرة، كان قريب كتير ألكسي خزاقة من أنه يسجل، من أنه يهز الشباك، وكان سجل هاتريك بمرمى العهد بمباراة كأس لبنان، وكان قريب اليوم تعادل الأرقام. شوفوا لاري مهنا رغم أنه راح على الجهة اليسرى نجح بقدمه أنه يبعد هالكرة. مع وسام صالح عم يواصل فاصل المهاري على الجهة اليمنى، مقطوع من إبراهيم خير الدين. هالصراع اللي عم نشوفه دائما بين وسام صالح وإبراهيم خير الدين. وسام أيضا على رمية التماس، مثل العادة رح تكون طويلة رمية التماس. وسام عم يتقدم، عم يلعب الكرة إلى داخل المنطقة، مقطوعة من العمراتي. يعني طارق العمراتي الطريقة اللي مر فيها أبدي برانس عنه مش معتدين أبدا إنه المدافع المغربي يخضع بهالطريقة. مع الكرة أمامية باتجاه برنس، أيضا أمير الأنصار بيحصل على الكرة داخل المنطقة، عم بيحاول لكن كرته مقطوعة مرة جديدة تبقى أنصارية. فالأنصار اليوم جاهز وحاضر بدنيا بشكل كتير كبير، كل اللاعبين عم يشاركوا بالعملية الهجومية وعم يرتدوا للدفاع. أيضا مع أليكسيس خزاقة، هيثم عطوي من لمسة واحدة باتجاه غدار، راموس، باكر أيوب، أيضا رودريجو كان عم يطلب الكرة لكن بتروح عند جوزيال. محمد رضا منه لهيثم عطوي، صاحب التمريرات الدقيقة. بالفعل عطوي عم يلعب كرة بينية باتجاه دياغو، لكن الأقرب لها كان لاري مهنا. سريعة جدا المباراة وهجومية أيضا هالمباراة، بدون شك هدف رودريجو راح يحليها أكثر وأكثر. مع عطوي باتجاه الغدار، مقطوعة مجددا، ماشي دفاعية ناجحة من فريق الأنصار اليوم. باكر قاسم ليلى بحول اتجاه اللعب على الجهة اليمنى عند وسام صالح، معه مثل العادة إبراهيم خير الدين ورمية التماس. السيناريو نفسه عم نشوفه على الجهة اليمنى، وسام صالح بيستلم وإبراهيم خير الدين بيقطع الكرة لرمية التماس، ومن بعدها رمية التماس طويلة. وسام كرته مجددا لداخل المنطقة، هالمرة طارق العمراتي هو يلي بيقطعها، أيضا تبعد تروح عند حسين السيد. شوفوا هالحصار الأنصاري على منطقة الأخاء الأهلي علي. حمزة عبود عم ينطلق مجددا باتجاه وسام صالح، يلي عم يسقطه هالمرة عم يحصل على الخطأ مش على رمية التماس. وسام صالح
لاعب صغير بس فعله كبير على أرض الملعب. شوف بأي طريقة حاول يمر عن إبراهيم خير الدين، هالمرة خير الدين ما لقى حل غير أنه يعرقل وسام صالح. أنا برأيي كلنا رح نتذكر الاسم وسام صالح، رح نتذكر الجمهور اللبناني كتير منيح. من العديد من اللاعبين الواعدين بصفوف الأنصار، محمد سباعي أيضا، محمد عسكر، علي عمر عثمان يلي كنا شاهدناه بالمباراة الماضية أمام النجمة مع حمزة عبود، وهالكرة اللي داخل المنطقة طارق العمراتي مجددا هو يلي عم يبعدها. يعني بالكرات الهوائية طارق العمراتي سيطرة شبه تامة لإله بمنطقة جزاء الأخاء. بتبقى الكرة داخل ملعب وسام صالح بوسط الملعب، رودريجو عم يطلب الكرة على الطرف، راموس بهالسباق مع دياغو، محمد حمود، جمهور الأخاء بعده عم يواصل تشجيعه لفريقه رغم تأخره بهدف يلي سجله رودريجو باكر. قاسم ليلى أيضا في خطأ واضح، خطأ واضح من قاسم ليلى على حسين طحان بمنتصف الملعب تحديدا. قاسم ليلى وباكر أيوب هاللاعبين مجهود كبير بوسط الملعب بيقوموا فيه. الصلابة الدفاعية عند الأنصار بتبدأ بالخط المتواجد فيه باكر أيوب وقاسم ليلى، وهيدا دور لاعب الوسط المدافع بالتحديد. طارق العمراتي خلف الركلة الحرة بمنتصف الملعب تحديدا، العمراتي بيلعب الكرة طويلة لاري مهنا، ممكن يخرج بالفعل، بيخرج بالبوكس لاري مهنا، وسام صالح بيبعدها باتجاه برينس. برينس أيضا بحاول يمر لكن في رمي التماس، هيدا عبدي برينس أدولفوس 28 سنة. لعب جيد بالكرات الهوائية رغم أنه طوله ما بيتعدى المتر و78. برينس بحاول يخترق لكن التكتل الدفاعي كان حاضر وعم يقطع الكرة. طارق العمراتي مجددا، نبيل بعلبك بوسط الملعب، عماد غدار عم يحاول يشارك شوي للحصول على الكرات، وسام صالح مرة جديدة على أرض الملعب. عارف شو عم بيصير اليوم مع وسام صالح؟ شوف بالإعادة بده كان في احتكاك مع عماد غدار، ولو إنه يبدو إنه هالاحتكاك منه متعمد كان. كل حال وسام قادر انه يتابع اللعب. برينس بيحصل على الكره على الجهه اليمنى، برينس منتظر المسانده، بالفعل المسانده عم تجي من وسام صالح، ممكن نشوف كره عرضيه لكن الكره العرضيه ما كانت مثاليه هالمره، والسبب ارضيه الملعب الواضحه فعلا. يعني عم نشوف الكره عم تغير اتجاهها بكثير من المرات. هيدا وسام صالح امامنا، واحد من اللاعبين يلي بيعتمد الانصار عليهم لبناء فريق للمستقبل. مع كره ايضا بوسط الملعب، وفي اصطدام، في اصطدام بين محمد رضا وقاسم ليلى، اصطدام وجها لوجه بين اللاعبين. فعلا صحيح الانصار تقدم بالهدف لكن شوي فوره الانصار خفت محمود بعد تسجيل الهدف، يعني مفترض على الانصار انه يتابع ضغطه على الاخاء الاهلي عليه في حال اراد انه يفوز بالمباراه. فعلا هالامر من المفترض انه يعمله الانصار بالوقت اللي وسام صالح عم بيكون بارز كثير اليوم بهالمباراه، وعم يستلم الكرات العديده وعم بيكون خطر ببعض الكرات مع الكره الانصاريه، ايضا الانصار مع رودريجو، ايضا وسام صالح مجددا، وسام بيحاول يمر او بيلعب تمريره. الانصار شوفوا هاللعبه، شوفوا هالتمريرات الون تو، شوفوا هالاداء المميز كان باللقطه الاخيره بالنسبه للانصاريين بالوقت هناك انطلاقه. عماد غدار بمر بهالكره بعده عم يتقدم، موجود دياغو، يعني باللقطه الاولى كان موجود دياغو بالتسلل لهالسبب يمكن عماد غدار ما لعب التمريره لدياغو. على كل الاحوال تمريره بتوصل سهله جدا عند لاري مهنا، لاري مهنا هو سبب رئيسي
انه ابقى النتيجه هي تقدم الانصار 1-0، منعوا لالكسي خزاقه انه يسجل الهدف التعادل. لقطه كانت مميزه للار مهنا ايضا مع الكسي خزاقه. هيثم عطوي، هيثم بمر بهالكره بعده عم يتقدم، هيثم بيلعب تمريره اماميه لعند عماد غدار، عماد غدار موجود الى جنبه حسين سيد، عماد غدار وحسين سيد كره الى خارج ارض الملعب، ركنيه لمصلحه الاخاء. حسين سيد ايضا عم بيقدم مباراه كبيره دفاعيا وموسم جيد ايضا، فعلا موسم جيد لحسين سيد. بالوقت اللي محمود حمود عم يعطي تعليماته للاعبينه، والركنيه لمصلحه الاخاء، كره من هيثم عطوي لداخل منطقه الجزاء، لاري مهنا، لاري بيقطع الكره ايضا بتعود لمصلحه الاخاء مجددا الانصار مع الكره المقطوعه الطويله الاماميه، موجود طارق العمراتي بيعيد الكره لمصلحه الاخاء مجددا مع ابراهيم خير الدين، دليمه جوزيل دليمه مع التمريره الطويله انما سهله جدا. شوفوا لاري مهنا عم يستعرض بهالكره، من حقه لاري مهنا انه يستعرض حارس المرمى، بيلعب حارس مرمى وايضا بنفس الوقت بيلعب كره قدم، عنده مهارات بالمناسبه لاري مهنا على ارض الملعب، وعنده لاري مهنا شوت صاروخي دائما بكون موجود عند لاري مهنا. ايضا حارس مرمى يعني بيتمتع بالتسديدات القويه، هذا امر طبيعي. مع الكره لوسط الملعب ايضا مع الاخاء الكسي خزاقه، الكسي مع الكره عند محمد رضا، رضا كرته لعماد غدار، عماد بيحاول يمرق بيلعب كره عرضيه. شوفوا حسين سيد وين ما كان موجود، وين ما كان عم بيكون موجود حسين سيد. بتسالوا ليش انصار افضل خط دفاع بالبطوله، هذا هو الجواب. الجواب لاري مهنا، حسين سيد وراموس، وعلى الطرف موجود محمد حمود وحمزه عبود. فعلا ما في اي تغيير بدفاع الانصار عم يكون بالمباريات فعلا مع الركنيه. اذا رمي التماس تتنفس لمصلحه الاخاء على طريقه الركنيه، بتعود الكره لعند احمد عطوي، احمد عطوي ايضا بعيدة داخل منطقه الجزاء، وبتنقطع الكره الى خارج ارض الملعب، وركنيه بهالوقت لمصلحه الاخاء الاهلي علي. يعني كثير الركنيات بمباراه اليوم وايضا رميات التماس عم تكون كثير بهالمباراه، وتعليمات لاري مهنا لخط دفاعه الوقت اللي وسام صالح موجود على خط منطقة الجزاء. أصبحوا أغلب لاعبي الأنصار داخل منطقة الجزاء. وسام صالح أسر القامي ما بفيده كثير، موجود على خط المرمى مع الركنية أو كرة ما بتتنفذ. وقت جمهور الإخاء عم بيطالب فريقه بمعادلة النتيجة، صاحب الرقم 5 طارق العمراتي بحديث مع حكم المباراة محمد درويش على يمينه تماما لاري مهنا. هالركنيه للاخاء الاهلي علي، طارق العمراتي على التنفيذ، طارق العمراتي بيلعب كره لداخل منطقه الجزاء، ايضا لاري مهنا موجود بتعود الكره مجددا لعند طارق العمراتي، حيعيد الكره الى داخل منطقه الجزاء او راح يلعب تمريره، بالفعل بيلعب كره لداخل منطقه الجزاء، وباكر ايوب بشتت الكره الاماميه، بالتأكيد ما رح يقدر يلحق بالكرة الكسي خزاقة. ما شفنا شيء من الكسي خزاقة اليوم، هو أمر غريب وخصوصا أنه المدرب محمود حمود عطيه حرية تامة على الجهة اليمنى، والتنقل أيضا بالهجوم خلف دياغو وعماد غدار. يمكن السبب وجود بكر أيوب على جهته، ومن جهة تانية محمد حمود بمساندة إحسان سيد دائما عم يكون موجود ونشط جدا بخط الدفاع. بالوقت هناك خطأ لمصلحة الأنصار مع راموس. جمهور الانصار هيك كان بيطلب فريقه انه يكون موجود وعناصر الفريق تكون موجوده بمباراه الديربي امام النجمه. بالتاكيد كانت المباراه مختلفه تماما مع عماد غدار، عماد سريع جدا صاحب رقم 99 بيحاول يمر، بيمر عماد غدار داخل منطقه الجزاء، بيحاول المرور مره جديده، بيلعب كره عرضيه، الكره العرضيه بتنقطع ولا زالت الكره داخل ارض الملعب. الوقت باكر ايوب بيحاول انه يحصل على الكره، انما بيحصل على رمي التماس، رمي التماس لمصلحة الأنصار المتقدم 1-0 على الإخاء الأهلي علي. هذا هو مدرب الإخاء الأهلي علي محمود حمود، وأيضا بالجهة المقابلة التعليمات عم تكون موجودة من هاتف شمران اللي بيأمل اليوم أنه يفوز بهاللقاء مع برنس. برنس بيلعب كرة لعم باكر أيوب في لمسة يد، أمر واضح. يعني بعد شوي ما بعرف يعني محمود حمود رح ينزل على أرض الملعب، تعليماته عم تكون للاعبين وتحديدا
عم تكون لدياغو لهالسبب طلب منه انه يلبس غير لون. فعلا هو لابس التيشيرت الحمراء، يعني في حال قدم على خط الملعب ممكن اللاعبين يلعبوا التمريره باتجاه محمود حمود. على كل احوال المباراه عم تتابع مع الكره الاماميه، انما حسين سيد موجود على خط الكره باتجاه محمد حمود والى خارج ارض الملعب، رميه تماس لمصلحه الاخاء الاهلي علي قبل نهايه الوقت الاصلي من زمن الشوط الاول باقل من اربع دقائق. الانصار واحد الاخاء صفر مع احمد عطوي. احمد عطوي كره باتجاه دياغو، ايضا نهايتها مع عطوي، والكره الى داخل منطقه الجزاء سهله لعند لاري مهنا. ثقه كثير كبيره لحارس مرمى الانصار الحارس الدولي، يعني بالتاكيد الصده الرائعه بمباراه اليوم، المستوى الثابت للاري مهنا بيخلي من هالحارس يكون عنده ثقه كثير كبيره بنفسه. ايضا مع الكره الطويله باتجاه برنس، دائما الى جنبه طارق العمراتي بالمواجهه الاولى، كانت المواجهه لمصلحه برنس، انطلاقته السريعه والمرور المميز والكره العرضيه كانت المتقنه لداخل منطقه الجزاء بالوقت هناك، رمي التماس لمصلحه الانصار. حمزه عبود كره باتجاه برنس، بيحمي كرته بشكل صحيح برنس، بيلعب كره عند حمزه عبود، العرضيه ممكن يكون موجود العرضيه لداخل منطقه الجزاء، وان الكره تنقطع ولا زالت الكره داخل ارض الملعب، والصراع عم بيكون موجود باللقطه الاخيره ما بين طارق العمراتي اذا وحمزه عبود. يعني نتيجه 1-0 هي مرضيه بالنسبه للانصاريين الى حد الوقت، مرضيه بالنسبه للانصاريين لكن غير مطمئنه ابدا. اكيد الانصار بحاجه لهدف ثاني، طب ما نقول بده يضمن ثلاث نقاط بس تيكون مرتاح اكثر بالمباراه، وخصوصا انه هو من دون شك الطرف الافضل لهاللحظات، قادر يتعامل مع المباراه، قادر يعمل كنترول على المباراه بالشكل يلي بده اياه. مع محمد حمود اللاعب يلي من الصعب المرور عنه، يمكن اليكسي خزاها اكثر واحد بيقدر يخبر عن الموضوع، واللمسه الفنيه من رودريجو باتجاه برنس يلي ايضا بمر عن طارق العمراتي. طارق بحاول يحمل الكره الى ركله ركنيه، الصراع الدائم بين برنس، يعني عم يسألوا كانوا من جمهور الانصار هل لا يزال برنس عنده نفس الامكانيات والقدرات يلي فرجينا اياها عندما اجى بتجربته الاولى مع الانصار؟ يبدو برنس انه لا يزال جاهز، لا يزال حاضر ليقدم الكثير بملاعب لبنان، بانتظار ايضا انه برنس يعمل مثل ما عمل رودريجو ويهز الشباك باول ظهور له بقميص الانصار. مع محمد حمود عم يلعب الكره باتجاه منطقه الاخاء احمد عطوي، هو يلي قطعه، وسام صالح بيلحق بالكره، محمد حمود، رودريجو او رودريجينيو مثل ما بحب انه ينادوه، يعني رودريجو الصغير من دون شك فرجة اليوم باللمحه الفنيه الرائعه يلي عملها داخل المنطقه وسجل من خلال الهدف انه هو مهاجم كبير. حسين طحان مع الإعادة للخطأ يلي ارتكبه رودريجو، أيضا إبراهيم خير الدين، هيثم عطوي، كمان ما شفنا من هيثم اليوم تمريراته الحاسمة والدقيقة باتجاه منطقة جزاء الأنصار. هالأمر يعني يمكن فينا نبرره بالضغط الكبير يلي عم يمارسه لاعبي الأنصار بوسط الملعب تحديدا، ما عم يخلوا لاعبي الأخاء يستلموا كثير من الكرات، دغري عم تكون التغطية موجودة وخصوصا عبر نبيل بعلبكة، قاسم ليلى، ومحمد باقر ايوب. جوزيال عم يتقدم، يعني لاعبين الانصار بينطروا انه يدخلوا لاعبي الاخاء الى ملعبهم تيبلشوا يدافعوا عليهم، ما عم يندفعوا ابدا باتجاه منتصف ملعب الاخاء الاهلي علي. مع دقيقه واحده من الوقت المحتسب بدل عن ضائع عم يرفع الحكم جهاد غريب، كرة أمامية باتجاه عماد غدار، حسين السيد دبل كيك للخلف عم يقطع الكرة إلى رمي التماس. بدون شك الأنصار نتيجة مثالية بالنسبة له بهالشوط، مع كرة أمامية باتجاه دياغو والصراع مع راموس. شوفوا راموس كيف حمي الكرة أمام دياغو، يعني منعه لدياغو، وضع نفسه حاجز بين دياغو وبين الكرة يلي وصلت للاري مهنا. سريعا لاري لعبها للأمام، أحمد عطوي، باقر ايوب باتجاه برنس، وسام صالح، قاسم ليلى،
قاسم برينس مجددا، لكن جوزيال هو صاحب الكلمة هالمرة. وصافرة نهاية الشوط الأول عم يعلنها الحكم محمد درويش. بهاللحظات الأنصار كان نجح بتسجيل الهدف الوحيد بهالشوط عبر لاعبه البرازيلي الجديد رودريغو لوبيز بالدقيقة 21. سريعا إلى فاصل إعلاني على أمل أنه نلتقي بالشوط الثاني. عودي معكم مشاهدينا إلى ملعب بيروت البلدي بختام الأسبوع 12 من الدوري اللبناني لكرة القدم. الأنصار كان تقدم بالشوط الأول على الأخاء الأهلي علي بهدف سجله البرازيلي رودريغو لوبيز بالدقيقة 21. يعني من دون شك مباراة مهمة جدا للفريقين على هالملعب بالتحديد، هو اللقاء 17 بيناتهم على ملعب بيروت البلدي. إن التقوا كانوا 16 مرة على هالملعب، فاز الأنصار 10 مرات، فاز الأخاء الأهلي علي على هالملعب 5 مرات وتعادلوا مره واحده بموسم 99 2000. ليه عم نقول هالاحصائيه؟ لانه المفارقه انه الاخاء الاهلي علي بتاريخ لقاءاته مع الانصار فاز 5 مرات، وهالخمس مرات كانوا على ملعب بيروت البلدي بالتحديد، يلي يبدو انه فقل خير هو لفريق الاخاء الاهلي علي، لكن مش هالموسم لانه الاخاء كان خسر ذهابا 1-3 امام الانصار وهو متاخر بالشوط الاول 0-1. الاكيد انه فريق الاخاء الاهلي علي ما راح يرضى ابدا انه يخرج خاسر من هالمباراة. اكيد كل هالاحصاءات والمعلومات بتعود للشيخ المؤرخين علي حميد صقر ابو زكوريا، اللي بنوجه له تحية كتير كبيرة عبر شاشة الجديد، شاشة الجديد النائل الحصري لمباريات كرة القدم اللبنانية وللدوري اللبناني لكرة القدم. الدوري اللبناني المشتعل محمود بعد النتائج يلي سجلت اليوم. فعلا يعني اليوم المفاجأة الكبيرة كانت خسارة الصفا امام التضامن صور 2-0 بصور، كانت مفاجأة فعلا بالنسبة للصفويين، وأيضا يمكن عودة التضامن صور مع إياب البطولة يمكن عودة متجددة ومختلفة. خسارة الصفا اليوم إذا مع انطلاق إذا الشوط الثاني بهاللحظات، إذا الأخاء الأهلي عم بحرك الكرة من وسط الملعب بالوقت اللي كان شباب الساحل عم بفوز على الاجتماعي 1-0. يعني اليوم النتائج بالنسبة للبطولة يعني خسارة الرسنج، خسارة الصفا، يعني فرق المقدمة عم تتلقى خسائر بالوقت النجمي كان فاز يوم امس على السلام زغرتا بهدفين مقابل هدف واحد. يعني الاوراق عم تخلط من جديد بالنسبه لترتيب البطوله. العهد بكل تاكيد هو بالصداره ورغم سقوطه بفخ التعادل امام المبره فعلا بيبقى بالصداره ب 24 نقطه. العهد خلفه عم بيكون الصفا ب 23 نقطه بعد خسارته اليوم امام التضامن صور، ويظهر انه سفير الجنوب عائد بقوه مع اياب البطوله. خطا لمصلحه الاخاء بهالوقت مع طارق العمراتي، العمراتي بيلعب كره طويله اماميه بتجاه ابراهيم خير الدين، ابراهيم بيعيد الكره ايضا لطارق العمراتي. يعني الاخاء عم يدخل الى الشوط الثاني مهاجما من اللحظات الاولى مع هالكره الراسيه، انما سهله هالكره بتروح بين يدي لارم هنا بيلتقط الكره بسهوله. الاخاء اللي بده يحاول يضغط يعني التعليمات ما بين شوطي المباراه من جانب محمود حمود مدرب الاخاء وايضا من جانب هاتف شمران. الاعتماد كثير كبير على برينس وايضا رودريغو لوبيز بخط الهجوم. هذه الكره اللي عند برينس، طارق العمراتي دائما موجود الى جانبه لبرينس. ممكن اي مواجهه ثانيه يكون ما بين اللاعبين بالشوط الثاني، والسؤال لمن ستكون الغلبه في حال المواجهة الثنائية اللي عم تكون موجودة بين اللاعبين
المواجهة الأولى كانت لمصلحة برينس. من خلال الكرة العرضية قدر رودريجو يسجل هدف جميل جدا بلقطة فنية رائعة كانت من رودريجو. هذا كرة لوسط الملعب. محاولات الإخاء. كرة بتوصل عند حمزة عبود. مستوى ثابت أيضا لحمزة عبود. بيلعب كرة أمامية بتنقطع الكرة بتعود الكرة مرة جديدة لعند حمزة عبود صاحب الرقم 18 لاعب الصف السابق. بيحاول يمر وبيتعرض لخطأ. خطأ كان عم يتعرض لإله حمزة عبود العائد من الإصابة من عماد غدار. عماد غدار صاحب 3 أهداف بالبطولة. ألف سلامات لحمزة عبود. يعني أكيد الأنصار ما بيأمل أبداً أنه يصاب أحد لاعبينه. المدرب هاتف شمران يبدو أنه هيدي تشكيلته الأساسية رح تكون بمرحلة الإياب. رح يعتمد على ممكن يضاف إلى ربيع عطايا. ليه عم نقول ممكن؟ لأنه مصادرنا الخاصة بتقول أنه ربيع عطايا تلقى عرض مغري من أحد الفرق العراقية. تحديداً يمكن فريق كربلاء عم ينحكى بالفترة باليومين الأخيرين على أنه نادي كربلاء العراقي هو رح يضم ربيع عطايا. ما بعرف إذا الأمور كانت انتهت، إنما الوجهة رح تكون إلى نادي كربلاء. على كل الأحوال في حال تمت الصفقة نحن بنتمنى التوفيق لربيع عطايا، لاعب مهاري لاعب ممتع، وهذا يمكن عم نفتقد له اليوم واللي عوضنا فيه بعض الشيء رودريجو ببعض اللمحات بأرض الملعب. نعرف أنه ربيع عطايا صحيح بيحتفظ بالكرة كثيرا، صحيح أنه ربيع عطايا يمكن ببعض الفترات المباراة من المفترض أنه يلعب تمريرات إلى زملائه، إنما الأصح أكثر أنه ربيع عطايا لاعب ممتع على أرض الملعب. عندما بيكون موجود بالمباراة بيخسر المشاهدين وأيضا نخسر نحن شربل. يعني الكل بحب يشوف المتعة، الكل بحب يشوف المهارات على أرض الملعب، لكن جمهور الأنصار يلي بحبوا انه يشوف فريقه عم بيفوز بالمباريات، عم يحصد النقاط، عم بيعود لطريق المنافسه على لقب الدوري اللبناني. اذا مع المواجهه اليوم بالتاكيد المواجهه اللبنانيه العراقيه على الاراضي اللبنانيه، والسؤال لمن ستكون الغالب اليوم؟ لمحمود حمود ام لهاتف شمران مع الكره الطويله الى الامام باتجاه برينس الى خارج ارض الملعب. رمي التماس لمصلحه الاخاء. كره لعند دليما جوزيل دليما بعيد الكره لعند ابراهيم خير الدين. خير الدين كرته الاماميه باتجاه دياغو بيحمي كرته بشكل الصحيح. دياغو شوف الصراع ما بين دياغو وحمزة عبود بينتهي لمصلحة حمزة عبود اللي بيعيد الكرة لمصلحة فريقه. الهجمة مرتدة. وسام صالح تأخر. وسام صالح تأخر سيطر على الكرة صحيح، إنما تأخر يمكن باللمسة الأخيرة، وعلى الرغم من هالتأخر وسام صالح عم يحصل على خطأ. يعني عم يحمي الكرة كان بالشكل المناسب مع الخطأ لمصلحة الأنصار. حمزة عبود على التنفيذ. حمزة عبود كرته الأمامية باتجاه برينس. برينس بيحمي كرته بشكل الصحيح، بيحاول يمر. شوفوا طارق العمراتي دائما موجود لجنبه لبرينس. طالت الكرة على برينس، على الرغم من ذلك برينس بيعيد الكرة لمصلحة الأنصار عن طريق حمزة عبود أيضا لوسام صالح. وسام صالح كرته للخلف لعند قاسم ليلى. قاسم ليلى باقر أيوب مجهود كتير كبير بوسط الملعب مع الكرة الخلفية والأمامية من حسين سيد. بتعود الكرة لعند صاحب الرقم 5 طارق العمراتي. أيضا صراع بوسط الملعب باتجاه عماد غدار. تنقطع الكرة بتعود الكرة لعند محمد حمود. محمد حمود يعني بالمباراة الماضية بذهاب البطولة رمز محمد حمود ربيع عطايا هني سجلوا الأهداف 3 بالوقت لعماد غدار كان افتتح التسجيل بمباراة الذهاب. الوقت لهالتمريرة من باكر أيوب. ليه ما تحرك برينس؟ لأنه كان موجود موقف تسلل، بيعرف هالأمر تماما برينس. يا سبب ما تحرك على التمريرة الأخيرة مع احمد تكتوك. ما عنده وقت يضيعه احمد تكتوك، فريقه متخلف بهالمباراه 0-1. تكتوك مع الكره الاماميه دياغو، انما كره من راموس بتعود الكره لمصلحه الاخاء بطريقه خاطئه. بتعود الكره انصاريه مع باكر ايوب. ايضا رودريجو. برينس متسلل، اول حاله تسلل بالمباراة بالمناسبة، عكس مباراة امبارح. عكس مباراة امبارح بالتأكيد، يعني حالات تسلل عديدة وأيضا أخطاء كثيرة كانت بمباراة النجمة والسلام صغرتها. من خلال النجمة فاز 2-1. يعني وبوكير كان قال بعد المباراة إنه رب العالمين هو اللي وفق النجمة يوم أمس، التوفيق كان من عند الله إنه فاز النجمة. اعترف إنه بعد الأخطاء التكتيكية على أرض الملعب اعترف إنه فريقه ما كان
ما كان بالمستوى المطلوب مع الكرة الأمامية لمصلحة الإخاء. مجددا الإخاء مع الكرة الأكروباتية، إنما كرة إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى لمصلحة الأنصار. يعني بداية شوط تاني واضح إنه الإخاء عنده إصرار لمعادلة النتيجة. شربل إصرار لمعادلة النتيجة. أيضا الأنصار مفروض يكون عم يتحرك أكثر على الصعيد الهجومي على أرض الملعب. يعني في نقطة مهمة ولافتة، قاسم ليلى ونبيل بعلبكي صحيح عم بيقوموا بدور دفاعي كتير منيح، لكن ما عم بيزيدوا بالحالة الهجومية عند فريق الأنصار مثل ما عم يعمل باكر أيوب مثلا. من المفترض واحد منهم قاسم ليلى أو نبيل بعلبكي يساعدوا خط الهجوم مع رودريجو عم ينطلق على الجهة اليمنى. رودريجينيو بحافظ على كرته وبيحصل على ركلة ركنية. لا، الحكم عم بيقول ركلة مرمى، يبدو أن الكرة لمست برودريجو قبل ما تخرج. ركلة مرمى عند أحمد تكتوك. تكتوك ما عنده وقت ابدا يضيعه، بيلعب الكره الى منتصف الملعب. راموس فوق دييغو، شوفوا هالرقابه يلي عملها اليوم راموس على دييغو، لهلا ناجح. مع عماد غدار بحاول يمر حمزه عبود، ممتاز جدا على الجهه اليمنى. الكره باتجاه رودريجو هالمره على الطرف الايسر، شوفوا رودريجو كيف بيتنقل بين الطرف الايسر وبين الطرف الايمن. لاعب مش بس بالشكل وبالجنسيه وبالرقم، بذكرني بأسلوب يعني النجم البرازيلي نيمار اللي أيضا كتير بيتنقل على الأطراف، رغم أنه هو من المفترض يكون كرأس حربة. رغم أنه فرق كبيرة من دون أدنى شك، إنما بالكرة اللبنانية ممكن المفرق يكون موجودة على أرض الملعب بهيك حالات من بعض اللاعبين. على كل حال الأنصار بيعرف إمكانيات رودريجو كتير منيح، ولهالسبب وقع معه عقد لمدة سنتين. مع الكرة أيضا وفي خطأ لمصلحة حمزة عبود، إذا حمزة على أرض الملعب. خطأ كان من عماد غدار، مندفع اليوم عماد غدار مندفع على كل الكرات لهالسبب. حمزة عبود عم ياخذ كل وقته لتنفيذ الركلة الحرة مع لاعبي الأخاء الأهلي علي. الاحتياطيين عم يتحضروا، ممكن محمود حمود يقوم ببعض التبديلات بالشوط الثاني، يعني عنده بعض الخيارات حسب محمود، ربيع المصري، ومحمد حمود ايضا، ربيع الحصري ومحمد حمود ايضا. ابراهيم خير الدين رمي التماس على الجهه اليسرى، وسام صالح بيقطعها باتجاه رودريجو. ايضا طارق العمراتي بيلعب مبدا الامان، كرة إلى رمي التماس. شوفوا محمود حمود على أعصابه، وشك مهم جدا، نتيجة إيجابية لإله بانطلاق الإياب، نتيجة يعني رح تخلي الأخاء الأهلي علي على مسافة قريبة مع فرق المقدمة. في خطأ هون، يعني لقطة غريبة ما بنشوفها كثير بالملاعب، في خطأ بتنفيذ رمية التماس من حمزة عبود، هيدا يلي قاله الحكم محمد درويش. اذا رمي التماس بتروح للاخاء مع ابراهيم خير الدين. عماد غدار براسه بيقطعها، كره بمنتصف الملعب عند باكر بحولها براسه عند رودريجو. رودريجو بيسيطر على كرته، بيحمي كره رودريجو سريع، عم يحصل على خطا مشاكس اسمه قاتل وهداف. رودريجو لوبيز، راموس، كرة طويلة باتجاه برينس اللي بيحاول يوصلها برأسه، مقطوعة من مدافعي الأخاء عند جوزيال. جوزيال داليما بوسط الملعب، هيثم عطوي منه لحسين طحان اللي هو خارج مركزه اليوم، عادة بنشوفه على الطرف أكثر حسين طحان من إنه يكون موجود بوسط الملعب. طحان أيضا عم يتبادل الكرة مع هيثم عطوي، خطيرة جدا ممكن تكون للأخاء الأهلي عليه مع التمريرة العرضية، بتمر عن الجميع وما بتلاقي حدا يتبعها الى شباكه للاري مهنا. عماد غدار يعني لو متقدم يمكن خطوه للامام كان وصل للكره، كان سجل، ومثل ما توقعنا محمود حمود عم يجري تبديل اول، والخيار وقع على محمد حمود. ما في حدا غريب، ما حدا غريب. هيثم عطوي عم يخرج، اذا محمد حمود الاخاء عم يدخل، صار في عنا اثنين محمد حمود على ارض الملعب.
لاعب رقم 21 من جهة الأنصار واللاعب الرقم 23 من جهة الأخاء الأهلي علي مع وسام صالح. أيضا طويلة رمي التماس عند طارق العمراتي المتقدم. إبراهيم خير الدين، وسام صالح بيقطع الكرة بتروح لبرنس كرته مقطوعة مرة جديدة هالمرة من أليكسي خزاقة. نبيل بعلبكي برأسه عند رودريجو، بيفقد الكنترول على الكرة رودريجو، بيرتكب خطأ لكن الحكم بيتيح مبدأ الأفضلية مع الكرة أيضا لداخل المنطقة. غدار كاد يوصلها برأسه، خطيرة جدا كانت التمريرة الأمامية من محمد حمود باتجاه عماد غدار. لو وصلها برأسه عماد غدار كنا شفنا كلام آخر. هداف الدوري اللبناني بالموسم الماضي، شوفوا محمد حمود، هو لمساته هو تمريراته، كاد يوصل الكرة لعماد غدار. لاري مهنا ركلة مرمى، كرة طويلة أحمد عطوي برأسه، مقطوعة من حمود أيضا. برنس بالصراع الدائم مع طارق العمراتي، طارق عم ينجح بقطع الكرة. حسين السيد بمواجهة عماد غدار، وأيضا الكرة بسوء تفاهم كبير بين دياغو وعماد غدار، وما تشوفوا ردة فعل الحاج حمود غاضب جدا على أنه الكرة راحت من عماد غدار. لاري كرة باتجاه باكر، مقطوعة من جوزيال مجددا على مرحلة تانية. جوزيال داليما، دياغو باتجاه محمد حمود، خطير جدا على الجهة اليمنى بالصراع مع راموس. حمود عم يحاول السيطرة على الكرة لكن راموس عم ينجح بأنه يقطعها. بلش الأخاء يفرجي عن طموحاته أنه يكون السباق إلى التسجيل بالشوط الثاني من اللقاء، بعكس الأنصار يلي يبدو أنه نام على الهدف. هيدا الأمر غير مطمئن أبدا بالنسبة للفريق الأخضر. رمي التماس على الجهة اليمنى عند أحمد عطوي، مقطوعة من محمد حمود تبقى مع الأخاء مع جوزيال لعطوي. رودريجو عم يتدخل عم يسأل على الكرة، اللاعب البرازيلي بوصلها لبرنس، تمريرة ممتازة. برنس بمواجهة طارق العمراتي مرة جديدة، برنس بحاول بسرعته يمر لكن العمراتي كان أسرع وقطع الكرة. يعني مواجهة متجددة بين برنس وطارق العمراتي، خطأ وحيد ارتكبه العمراتي باللقاء وكلف فريقه هدف. فعلا خطأ وحيد كلف فريقه هدف، يعني والعمراتي بهاللقطة عم يقدر إنه يخلص الكرة من بين قدمي برنس. بالوقت هناك تبديل بصفوف الأنصار، باكر ايوب هو الخيار عم بيكون عند هاتف شمران، وبعرف يعني قد ايه هالخيار رح يكون صائب شربل. باكر ايوب هو اللي عم يخرج، اذا بالوقت اللي عم يدخل محمد سباعي، هذه خيارات المدربين. يعني اذا محمد سباعي شارك بالعمليه الهجوميه بيكون تبديل صائب. على كل الاحوال راي المدربين مختلف عن راي المعلقين وايضا عن راي الجمهور اللي عم بيتابع المباراة. اذا مع الكرة مع رودريجو بيلعب كرة امامية لعند برنس، بنقطع الكرة من احمد عطوي، بتعود الكرة لمصلحة الاخاء الاهلي علي لبناء هجمة. يعني واضح الاخاء بالشوط الثاني افضل من الانصار، مع اليكسي خزاقة اللي بيحاول يمر موجود امامه ثلاث لاعبين. بنقطع الكرة من قاسم ليلى، ايضا مع الكرة الطويلة ما تحرك برنس لانه برنس موجود بموقف تسلل. بالوقت الحسين طحان بيلعب كره طويله، محاولات الاخاء الاهلي علي لمعادله النتيجه. يعني عملوا لقطه رائعه لاعبي الاخاء الاهلي علي بعد تمريرات كانت ممتازه. ايضا حضور الاخاء بالشوط الثاني افضل من حضور لاعبي الانصار، مع الكره العرضيه تنقطع الى خارج ارض الملعب، ركنيه لمصلحه الاخاء الاهلي علي مع الدقيقه 61. النتيجه لازالت هي تقدم الانصار 1-0. الانصار اليوم عم يلعب المباراه من اجل التاريخ، من اجل البطولات ال 13، بده يحاول يلعب اليوم مباريات الاياب من اجل تاريخ الانصاريين. القلعه الخضراء بالوقت هناك الكره العرضيه لداخل منطقه الجزاء، محاوله الاخاء الاهلي علي من اجل تسجيل هدف التعادل، المحاوله ما بتكون ناجحه، بتعود الكره لعند حمزه عبودي بيحمل الكره بالشكل الصحيح الى خارج ارض الملعب ليحصل فريقه على رمي التماس. شوفوا مالك حسون، وشوفوا باكر ايوب عم يخرج، يعني عصبيه كثير كبيره عند باكر ايوب. ليه؟ لانه اللاعب بيقول
انا عم اقدم مباراة منيحة، عم اقدم مستوى ممتاز، عم كون موجود بالملعب وعندي حضور، ليش بكون التبديل والاختيار بالنسبة للمدرب هو انا؟ على كل الاحوال هذا خيارات المدرب، مع وسام صالح بيغير اتجاه اللعب، برافو يا وسام صالح، يعني اللاعب صغير السن صحيح عنده رؤية، عنده رؤية ممتازة بأرض الملعب مع المحاولة الأنصارية، الأنصار من أجل تسجيل هدف ثاني، الكرة الأمامية بتنقطع من طارق العمراتي ولا زالت الكرة الأنصارية، محمد سباعي بيترك الكرة تخرج ليحصل الأنصار على رمي التماس، رمي التماس إذن للأنصار محمد حمود على التنفيذ، محمد حمود لعند محمد سباعي تنقطع الكرة، بتعود الكرة لمصلحة الإخاء طارق العمراتي، العمراتي كرة طويلة الأمامية، تنظيم هجمة بهالوقت لمصلحة الإخاء باتجاه عماد غدار، إنه توصل الكرة لعند حمزة عبود من دون ما يفكر مرتين، حمزة عبود بشتت الكرة إلى الأمام، بيعرف أي خطأ على حدود منطقة الجزاء ممكن يكلف فريقه هدف التعادل، لسبب بيعرف حمزة عبود إنه يتعامل مع أغلب الكرات، الأمل إنه السلام يعم بلبنان بكل المناطق اللبنانية، مع حمزة عبود كرة عند وسام صالح، من لمسي وسام صالح كرة الأمامية بتنقطع منها أحمد عطوي، بتعود الكرة لعند طحان، أيضا محاولات الإخاء الأهلي علي، مجددا الأنصار مع الكرة لعند برنس، برنس بيحاول يمرر بيدخل منطقة الجزاء، برنس ممكن الكرة العرضية لما كرته بتنقطع إلى خارج أرض الملعب ليحصل الأنصار على ركنية، ركنية لمصلحة الأنصار مع الدقيقة 64، هل ستحمل هالدقيقة 64 الهدف الثاني لمصلحة الأنصار أم سيكون هناك رأي آخر لمدافعي الإخاء الأهلي علي، ينطلقوا بهجمة مرتدة ممكن يشكلوا خطورة كثير كبيرة على المرمى الأنصاري، كل الأسئلة مطروحة اليوم والأسئلة ما إلى أجوبة أبدا، قبل ما تتنفذ الكرة بالوقت لأحمد تكتوك موجود وحاضر بمرمى مع الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء، كرة بتمر عن الجميع وبتعود الكرة أنصارية، تقدم حمزة عبود العرضية مجددا لداخل منطقة الجزاء، ممكن المحاولة مرة جديدة لمصلحة الأنصار ولا زالت الخطورة الأنصارية مع التسديدة، لما تسديدة بعيدة، تسديدة بعيدة إلى خارج أرض الملعب بالوقت اللي هناك كان عدة لاعبين داخل منطقة الجزاء، كان من المفروض الكرة العرضية يكون موجودة من محمد حمود، على كل الأحوال تبديل عم يتحضر أيضا بصفوف الإخاء الأهلي علي، حسن ملاح عم يتحضر للدخول بتشكيلة فريقه الوقت اللي هناك خطأ لمصلحة الأنصار مما كان لا يخلو أبدا من الخطورة، من هالمكان ممكن الأنصار يشكلوا الخطورة الكبيرة على مرمى الإخاء الأهلي علي، يحصل التبديل بهاللحظات إنما أو بعد تنفيذ الخطأ لمصلحة الأنصار، سنتابع مع حمزة عبود وقت البرنس متحفز داخل منطقة الجزاء، حمزة عبود خلف الكرة، الكرة الطويلة دائما من نصيب طارق العمراتي، داخل منطقة الجزاء بتمر الكرة أمام الجميع وبتخرج، بتمر الكرة أمام الجميع وبتخرج إلى خارج أرض الملعب ليحصل الأنصار أيضا على الركنية، يعني ضغط الأنصار بهاللحظات مع بداية الشوط الثاني كان في ضغط للفريق الجبلي، إنما الأنصار بهالوقت هو اللي عم يضغط وجمهور الأنصار عم ينتظر هدف ثاني يهز شباك الإخاء الأهلي علي، 8 ركنيات الأنصار 4 ركنيات للإخاء الأهلي علي، هذا بأكد على ضغط الأنصار بمجمل المباراة، وصول الأنصار إلى منطقة الجزاء مع حمزة عبود، الكرة العرضية لداخل منطقة الجزاء، خروج من أحمد تكتوك، بتعود الكرة عند وسام صالح، بمر وسام صالح، تسديدته لوسام صالح عالية جدا، تسديدته لوسام صالح عالية جدا عن مرمى أحمد تكتوك، بهالوقت رح يحصل التبديل بصفوف الإخاء الأهلي علي، حسن ملاح هو رح يدخل مكان مين؟ إذا حسن ملاح بيدخل مكان محمد رضا، يعني أصبح موجود إبراهيم خير الدين على الجهة اليمنى وحسن ملاح عم يلعب على الجهة اليسرى، أيضا مع الإخاء الأهلي علي باتجاه دياغو، شفنا منه الكثير لدياغو بمباراة اليوم، بيحاول يمر بخطأ عم بمر دياغو، محمد درويش ضبطه تماما لدياغو، يعني المرور عن حمزة عبود بيحتاج انه اللاعب يرتكب خطأ، مستوى لافت ومميز وممتاز لحمزة عبود الظهير الأنصاري، يعني اذا كان وحش رودريجو
بيشبه نيمار فانه دياغو بيشبه هالك، وحش الكرة البرازيلية، مهاجم الاخاء الاهلي علي الملقب بالوحش ايضا، مع وسام صالح على الجهة اليمنى. وسام بحاول يمر مع الصراع مع حسن ملاح، صراع متجدد. أليكسي خزاقة ملاح ايضا ببعض الكرة، رمية تماس لمصلحة الانصار، لا شك انه الشوط الثاني بحاجة لهدف. بتصير الامور احلى مع التدخل كان من طارق العمراتي على رودريجو. رمية تماس، حمزة عبود باتجاه رودريجو، عم بيحاول لحاله سطح حصار من لاعبي الاخاء الاهلي عليه، ورمية تماس جديدة لمصلحة الانصار. الكرة عم تبقى خارج اللعب أكثر من إنه تكون داخل الملعب بهاللحظات من اللقاء. حمزة عبود باتجاه برينس يلي بعد ما شفنا منه شيء غير لمحة الهدف الأول يلي سجله رودريجو. رمية تماس جديدة، هذا برينس أمامنا، عبدي برينس أدولفوس، ذكرنا كان احترف بلغاريا بنافتنس بورغاس، كانت تجربته الاحترافية الأولى قبل قدومه للبنان. السلام صغرته تحديدا ومنه للأنصار مع وسام صالح، الرمية التماس الطويلة إلى داخل المنطقة بتبقى أنصارية، والتسديدة ممكن نشوف هدفه، خطرة جدا، خطرة جدا وقريبة جدا، كاد أمير الأنصار يتوج مجهوده بهاللقاء لهدف. شوفوا مجددا محمد حمود سدد الكرة، يعني برينس كان مفروض يكون أقرب لخط المرمى ويسجل ويهز الشباك تماما مثل ما عمل رودريجو. أحمد عطوي بيبعد الكرة باتجاه عماد غدار، راموس أيضا، مرة رمي التماس لمصلحة الأخاء. مجددا رمي التماس عند أحمد عطوي على الجهة اليمنى. أحمد بيلعب الكرة إلى داخل المنطقة، توصل لدياغو، خطيرة جدا، عماد غدار، جول! غدار عم يخضر الأنصار من جديد مثل ما عمل بمباراة الذهاب، عم يعمل بمباراة الإياب، كان هدفه من تسلل بالذهاب، لكن هلا هالهدف ما عليه أي غبار، عماد غدار عم يهز شباكه للاري مهنا على غفلة، ومثل ما عمل برينس مجهود بالهدف يلي سجله رودريجو، رح تشوفه بالإعادة إنه دياغو كان عم يستعمل قدراته البدنية الكبيرة، كان فعلا عم يتحول لوحش داخل المنطقة، عم يبعد مدافعي الأنصار عن عماد غدار، وعم يسمح للرقم 99 بتسجيل الهدف يلي هو رابع أهدافه بالبطولة. شوفوا دياغو يعني أخذ مدافعين معه، وعماد غدار نجح بهز الشباك، يعني الكل كانوا عم ينظروا للحكم محمد درويش تشوفوا إذا في خطأ. 1-1 على ملعب بيروت البلدي. نبيل بعلبك يعني يلي تعرض لإصابة بوجهه، شوف الروح الرياضية من طارق العمراتي. نبيل عم يخرج لتلقي العلاج كابتن الأنصار ولاعب الأخاء الأهلي علي بالموسم الماضي. برينس كرة مباشرة إلى خارج الملعب مع رمية تماس، الأخاء بدون شك عم يستعيد الحياة وعم بيسجل بمرمى الأنصار، هدف يعني من شأنه أنه يحل المباراة أكثر وأكثر، ما عندهم ولا أي حل الفريقين غير انه يهاجموا، الامور عادت للنقطة الصفر. مع رودريجو على الجهة اليسرى، رودريجو بحاول يمر بس على رمية تماس مرة جديدة، رمية تماس عند محمد السباعي، وسام صالح هو بيروح لينفذها الوقت يلي نبيل بعلبكي اصبح جاهز للعودة إلى أرض الملعب. وسام يعني الخطة المعتمدة من قبل الفريقين بتنفيذ رميات تماس عن جد لافتة. وساب صالح إلى داخل المنطقة، أحمد عطوي هو الأقرب للكرة، محمد حمود تبقى معه، حمود منه لوسام صالح، خطرة في حال وسام لعب الكرة عرضية إلى داخل المنطقة، بالفعل عم يلعب الكرة العرضية، خطرة لا تزال
عند رودريجو معه أليكسي خزاقة. رودريجو عم يمر على الجهة اليمنى، عم يقف على كرته، ثلاث لاعبين من الأخاء شوفوا، وبالفعل رودريجو عم يحاول يمر بهالكرة من بين قدمي حسن ملاح. ثلاث لاعبين من الأخاء لإيقاف رودريجو كانوا موجودين. راموس برأسه 10 على 10 المدافع البرازيلي اليوم. نبيل بعلبكي عم بمر عن جوزيال، نبيل لكن كرته كانت قصيرة وعم يحصل على الخطأ، كان الخطأ واضح. كان الخطأ واضح لمصلحة كابتن الأنصار. قاعد يشوفوا نبيل كيف مر عن جوزيال. ومن بعد احتسب الخطأ لمصلحته. مع تبديل جديد عم يتحضر، بده هاتف شمران، بده يبلش يلعب أوراقه الهجومية. قاسم ليلى أيضا لاعب وسط مدافع آخر عم يخرج من أرض الملعب، ومحمد عطوي عم يدخل. بنعرف محمد سباعي صاحب نزعة هجومية أكبر من باقر أيوب، وأيضا محمد عطوي أكثر من قاسم ليلى مع الكرة الأمامية. أحمد عطوي برأسه إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية جديدة للأنصار هالمرة إلى يمينه لأحمد تكتوك. محمد حمود على تنفيذها رح يكون مثل العادة. حمود يلعب الكرة إلى داخل منطقة برينس بالانتظار، أيضا حسين السيد بتبقى أنصارية عند عطوي بأول استلام للكرة بمواجهة غدار، بيلعبها لوسام صالح. وسام إلى داخل منطقة، كرته قصيرة ما كانت جيدة هالمرة، تمريرته لوسام صالح قطعها طارق العمراتي. عطوي أيضا محاولة لتمريرة أمامية، الأنصار بلش يضغط بعد تلقيه هدف التعادل باللقاء. ما في شك أنه من المفترض أن مدافعي الأنصار يكونوا متنبهين أكثر لدياغو داخل المنطقة، ولا عماد غدار أيضا ما كان في رقابة لصيقة أبدا عليهم، قدر يلتف على نفسه دياغو وقدر ايضا عماد غدار يسجل بسهوله. هذا كنت عم بقول عنه شربل انه الاخاء الاهلي علي عنده حضور بالشوط الثاني اكثر من حضور لاعبي الانصار، ولهالسبب كان عنده كثير رغبه انه يسجل هدف التعادل، والامر نجح فيه. وايضا قاسم ليلى عم يخرج معصب من المباراه، العصبيه موجوده عند لاعبي الانصار، يعني اللاعبين اللي عم يتبدلوا ما عم يكونوا راضيين تماما عن قرار الجهاز الفني بالأنصار. على كل الأحوال عماد غدار أيضا الهجمة لمصلحة الإخاء الأهلي، يعني نشط كثيرا محمد حمود دخوله على أرض الملعب، نشط كثيرا الجهة اليمنى أيضا مع الأنصار. محاولة الأنصار مجددا، الأنصار بده يسعى للتقدم، وأيضا الإخاء الأهلي علي عنده فرصة أنه يتقدم بهالمباراة، ليش لا، كل الإمكانيات موجودة عند لاعبي الإخاء الأهلي علي. الفريق الجبل اللي قدم مستوى مميز بمواجهة العهد بمسابقة كأس لبنان، سجل 5 أهداف، ليش لا، عنده كل الامكانات انه يهز الشباك. معركة مرمى لمصلحة الإخاء الأهلي علي. أحمد تكتوك. هذا هو جمهور الأنصار والعلم الأنصاري اللي عم يرفرف، واللي بيأمل جمهور الأنصار انه هالعلم يرفرف بعد نهاية المباراة بتحقيق الفوز على الإخاء الأهلي علي. يعني كنت تحدثت بالبداية انه مباراة صعب انه تخرج من دون أهداف. هيك عودونا الفريقين. هيك عودنا الإخاء الأهلي علي، هيك عودنا الأنصار. مباريات دائما بتكون حساسة بين الفريقين ومثيرة، وممكن يكون إلى اللحظات الأخيرة مع برينس، برينس بيحاول يمر أيضا مع طارق الإماراتي، إنما هناك رأيي. الكرة خرجت. رمي التماس لمصلحة الإخاء، كرة باتجاه أليكسي خزاقة. أيضا الكرة اللي عند أليكسي. لعبة الوان تو ما بين أليكسي خزاقة ودياغو، بتوصل الكرة لعند راموس. أيضا أليكسي خزاقة بعيد الكرة لعند عماد غدار، عماد غدار ما بينجح بالسيطرة على الكرة. إبراهيم خير الدين، يعني الكرات العشوائية بهالوقت، الكرات العالية بالوقت اللي محمود حمود كان عم يطلب من لاعبينه إنه يلعبوا الكرات الطويلة، عند أي هجمة أنصارية عم بيشيل للاعبينه العودة للخلف بشكل سريع مع الكرة الأمامية باتجاه برينس. أيضا موجود طارق العمراتي، توصل الكرة لعند أليكسي خزاقة، والدفاعات الأنصارية موجودة، حسين سيد مع راموس، كرة لعند محمد عطوي. عطوي بمر بهالكرة، بتقدم بهالكرة صاحب الرقم 10 محمد عطوي. أيضا لمحمد سباعي مع العرضية الموجودة، ممكن يكون موجودة هلا بهالوقت، إنما كرة
تروح إلى خارج أرض الملعب وركنية لمصلحة الأنصار. ركنيات عديدة إذن عم يحصل عليها الفريق الأخضر، 10 ركنيات للأنصار، يعني عدد أبدا منه صغير. والتعليمات الدائمة من أحمد تكتوك للاعبينه، ومع الركنية الأنصارية داخل منطقة الجزاء بتمنع عن الجميع وبتنقطع الكرة مرة جديدة، ركنية أنصارية، يعني عدد الركنيات بعدد لاعبي الأنصار الموجودين على أرض الملعب. كل واحد بيطلع له ركنية قصير فعلا مع وسام صالح. أيضا العرضية لداخل منطقة الجزاء، تكتل الدفاع لخالها العلاي بيمنع الأنصاريين من صنع الخطورة، وتقدم حمزة عبود بهالوقت، بعيد الكرة أنصارية، أيضا حمزة عبود، محاولات الأنصار مع محمد عطوي، عطوي لوسام صالح، وسام صالح بيحاول يمر، بيلعب كرة أمامية لعند محمد عطوي مجددا. شوف التكتل، شوف اللون الأحمر الموجود على خط منطقة جزائه لأحمد تكتوك بالوقت، الكرة أنصارية داخل منطقة الجزاء، إنما الكرة سهلة جدا لعند أحمد تكتوك. الوقت عماد غدار عم يطلب الكرة، عم يطلب من حارس مرمى إنه يلعب الكرة بشكل سريع للأمام مع محمد حمود. محمد حمود ومحمد حمود الأنصار، مواجهة ما بين اللاعبين صاحب الرقم 23 وصاحب الرقم 21 من جانب الإخاء ومن جانب الأنصار، أيضا مع الأنصار مع كرة من رمص، رمص كرته طويلة مرة جديدة، يعني برنس ما بيتحرك، موجود بموقف تسلل. أيضا مع وسام صالح، وسام بيحاول المرور، بيتعرض لخطأ وسام صالح من ألاكسي خزاقة. مستعجلين أصبحوا لاعبي الأنصار بهالوقت، هذا هو الخطأ اللي كان عم يرتكبه ألاكسي خزاقة على وسام صالح مع الكرة الأمامية لعند برنس. رح يظهر برنس مرة جديدة مع رودريجو بهالوقت، المهارات العالية، رودريجو بيحاول يلعب كرة عرضية بتنقطع كرته إلى خارج أرض الملعب، الركنية 12 الأنصارية. قد تكون المباراة الأكثر وجود الركنيات فيها ورميات التماس، فعلا ورميات التماس، إنها مباراة فعلا جميلة عم نشاهدها عبر شاشة الجديد مع الركنية الأنصارية. حمزة عبود موجود خلف الكرة، حمزة عبود كرته العرضية لداخل منطقة الجزاء، أحمد تكتوك موجود على خط الكرة تماما، بلتقط الكرة بسهولة أحمد تكتوك. بالوقت هناك تبديل عم يتحضر بصفوف الإخاء الأهلي علي، جعفر أبو طعام، يعني هذه لغة الدفاع بالنسبة لمحمود حمود. بالوقت وسام صالح فرصة خطيرة لمصلحة الأنصار، كرة بتنقطع باللحظة الأخيرة من أحمد عطوي. وسام صالح كان بالإمكان أفضل مما كان يا وسام، هذا هو وسام صالح مع رمي التماس على طريق الكورنر، كرة داخل منطقة الجزاء تنقطع، بتعود الكرة عند عماد غدار، سريع عماد غدار بيحاول يمر بسرعته، إنما تدخل من حمزة عبود بيعيد الكرة لمصلحة الأنصار، يعني مع ارتداد نبيل بعلبكي. الوقت الحكم بيشير خطأ لمصلحة الفريق الأخضر، أليكسي خزاقة هو رح يكون الخيار بالنسبة لمحمود حمود مدرب الإخاء الأهلي علي. فعلا صاحب الرقم 7 هو رح يخرج من تشكيلة الإخاء الأهلي علي، وجعفر أبو طعام هو رح يدخل لاعب الحكم السابق، ما لعب لغير فريق الحكم جعفر أبو طعام. فعلا بالوقت برنس، انطلاقة برنس العرضية مرة جديدة، برنس بيحاول يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة محاولة أنصارية، خطيرة محاولة لمصلحة الأنصار، لما كرة تنقطع من الدفاعات الأخائية وبتعود لعند عماد غدار، إنما حمزة عبود بيحاول يعيد الكرة لمصلحة فريقه. شوفوا يعني السرعة والتسرع بنفس الوقت من لاعبي الأنصار، يعني ألكسي خزاق خروجه بعكس قاسم ليلى وباكر أيوب. شوف برنس بلمحة ممتازة كانت من برنس، ورودريجو الفنان الأنصاري، هذا كرة سهلة للارم هنا، ما عنده وقت يضيع لارم هنا. التعادل بطعم الخسارة بالنسبة للأنصاريين، وخاصة بعد خسارة الصفا وتعادل العهد،
يعني الأنصار اليوم عم يسعى لنقاط ثلاثة شربل؟ بدون شك، مثل ما ذكرنا ببداية المباراة محمود أنه نقاط ثلاثة هي مطلب بالنسبة للفرقة لعدة اعتبارات، منها العودة للوقوف بين فرق المقدمة، منها أيضا الصراع على المراكز يلي هو بيناتهم، بما أنه دخلوا المباراة وهني بيتساووا ب 14 نقطة. على كل حال رميد تماس لمصلحة الأنصار أو ركلة حرة لمصلحة الأنصار عند حمزة عبود اللي مطالب منه أنه ما يكون متسرع هالمرة. هاتف شمران يعني اللي ترك الجاكيت مشوب مقابل الحش حمود لبس الجاكيت، مشاعر مختلفة بالتأكيد عند حتى جمهور الفريقين بهاللقاء. مع الكرة الأمامية باتجاه رودريجو، شو ممكن يعمل رودريجو؟ عم يلعب الكرة العرضية باتجاه برينس، دائما هاللاعبين عم يحاولوا يتعاونوا، عم يحاولوا يوصلوا الكرات لبعضهم. كنا شفنا بلقطة سابقة انه برينس لعب الكرة لرودريجو، هالمرة بالعكس مع رودريجو ايضا على الجهة اليسرى، لاعبين شوفوا دائما عندما عم يستلم رودريجو عم يكون في لاعبين معه، رودريجو عم يسعى على الكرة لكن الحكم محمد درويش عم يقول في خطأ. هاتف شمران منه راضي ابدا عن القرار، خطأ لمصلحة الأخاء. شوف بالإعادة رودريجو كان عم يعترض طريقه للطحان، ولو انه حصل على الكرة حكم اعتبر انه في خطأ. طارق العبراتي كرة طويلة للأمام باتجاه الغدار، هل ممكن يعملها مرة جديدة عماد غدار ويهز شباك الأنصار؟ ممكن كتير، أصبح متخصص بالتسجيل بمرمى لاري مهنا. مع الكرة أيضا الطويلة عند أحمد عطوي بتسقط عند رودريجو، رودريجو مع التمريرة لمحمد عطوي عم يحاول كان يستند على عطوي لكن سوء تفاهم بين اللاعبين، عطوي راح لحاله مع دياغو بمواجهة حسين السيد، ممنوع المرور، السد العالي. شو عم بيقول الحكم؟ عم بيقول كان في رأي وكان في تسلل. وسام صالح، حسين السيد، حمزة عبود أيضا كرة أمامية باتجاه برينس، جعفر أبو طعام منه للطحان، عم يتدخل محمد سباعي، تدخل ممتاز بهاللقطة. تروح الكرة لعند برينس على الجهة اليسرى من محمد حمود يلي أيضا عم بيزيد على الجهة اليسرى لكن تمريرة بعيدة. يعني الأمطار الأخيرة عم بتخون فريق الأنصار، عم يقدروا يعني لاعبي الأنصار عم يقتربوا من منطقة جزاء الأخاء الأهلي علي، لكن بالأمطار الأخيرة ما عم بيكون فيها التنسيق المثالي للوصول إلى الشباك لتشكيل الخطورة على مرمى أحمد تكتوك. مع محمد حمود بيحصل على الكرة على الجهة اليمنى، خاطر محمد حمود عندما يلعب الكرات العرضية لكن راموس عم يقطعها، بتروح لعند السباعي منه لنبيل، أيضا نبيل بعلبكي عم يواصل تقدمه، بمرر لوسام صالح يلي بيفقد الكرة مرة جديدة. راموس خطأ من دياغو، الالتحامات البدنية كانت كتير اليوم بين طارق العمراتي وبرينس من جهة وبين راموس ودياغو من جهة تانية. حضور لافت للاعبين الأجانب بمباراة اليوم، على أمل أنه يكونوا دائما أجانب الفرق اللبنانية بالمستوى المطلوب، لأنه هذا الأمر أكيد بينعكس إيجابا على مستوى اللاعب اللبناني. مع الكرة أيضا الخاطئة من لاري مهنا إلى خارج الملعب، رمي التماس عماد غدار منه لجوزيال، ايضا دياغو، سريعة كانت والصعبة على دياغو. الغائب الحاضر اليوم دياغو، ما تعودنا عليه هيك يعني باستثناء استخدام قوته البدنية داخل المنطقة بالهدف يلي سجله عماد غدار وكان مساهم فيه بشكل او باخر، ما شفنا ابدا اي فرصة من اللاعب البرازيلي على مرمي لاري مهنا. مع جوزيال ميزان خط الوسط عند الأخاء الأهلي علي الرقم 8، كرة أيضا تخرج إلى ركلة برما، أصبح مستعجل لاري مهنا هلأ، فريقه مطالب بالتسجيل من دون شك. مع جعفر أبو طعام بيقطع الكرة سريعا باتجاه دياغو، راموس على مساره بيلعبها برأسه لاري مهنا، محمد حمود على الجهة اليسرى، لا يزال الأنصار عم يبحث عن طريق سالكي لمنطقة
الاخاء الاهلي علي مع برنس يلي بيتقدم بمواجهه مع مدافعي الاخاء وسام صالح على الجهه اليمنى. المطلوب من وسام توصيل الكره الى داخل المنطقه، بالفعل عم يمر وسام صالح عم يلعب كره لبرنس يلي عم بيحاول يمر كان عن جعفر ابو طعام بطريقه فنيه لكن ما نجحت. الهجمه المرتده للاخاء عند عماد غدار، منه لحسين طحان، دياغو امامه، ايضا غدار بيروح لياخذ مكان وفي لمسه يد على نبيل بعلبكي عم يقول الحكم. هيدا حمزه عبود، مجهود كبير قام فيه حمزه عبود على الجهه اليمنى اليوم هجوما ودفاعا. طارق العمراتي مع الركله الحره تاكيد رح يلعبها طويله الى داخل المنطقه والمكان يلي موجود فيه دياغو يلي عم يطلب الكره. ايضا عماد غدار تقدم الى داخل المنطقه، بالفعل الكره باتجاه دياغو، راموس هو يلي ابعدها براسه لكن يبدو لمست بدياغو. حكم عدنان عبد الله عم يقول في ركله مرمى، ركله مرمى تنفذ. طارق العمراتي مجددا، اخاء الاهلي علي عم يبسط سيطرته بهاللحظات على ارض الملعب. الوقت يلي عم يتحضر تبديل ثالث للانصار، محمد عسكر رح يدخل الى ارض الملعب، رح يشوف مكان مين. هل رح يكون مكان وسام صالح اللي استهلك بشكل كتير كبير بهالمباراه؟ فعلا الحكم جهاد غريب بهاللحظات عم يرفع الرقم 26، وسام صالح عم يخرج من ارض الملعب ومحمد عسكر عم يدخل مكانه. ورقه اخيره رح يلعبها المدرب هاتف شمران، هل رح تكون ورقه رابحه؟ هل رح يستفيد الانصار؟ هل رح يهز الشباك؟ من الصعب التكهن بنتيجه المباراه اليوم ولو انه اقتربنا للدقيقة ما قبل الأخيرة. شوفوا الحاج حمود جد رح يشارك بالمباراة اليوم. لقطة معبرة للحاج محمود حمود مع أحمد عطوي، ودائما رميات التماس الطويلة إلى داخل المنطقة. دياغو بالانتظار، بالفعل الكرة باتجاه دياغو اللي بحولها برأسه إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة الأخاء. كل لاعبي الاخاء تقريبا بمنطقه الانصار. هل في كان لمسه يد واضحه؟ واضحه لمسه يد من راموس. الامر بنتركه خبراء التحكيم اذا ما كانت مؤثره هاللمسه اليد، واذا ما كان الحكم بهالحاله بيحتسب ركله جزاء. مع جعفر ابو طعام بيلعب الكره الى داخل المنطقه بتتحول وفي خطا، خطا كان واضح، خطأ كان واضح، وركلة حرة جديدة عند لاري مهنا. الثواني عم بتمر، رح يفوت بالدقيقة الأخيرة. الأنصار لا يزال عم يبحث عن نفسه وعن هدف ثاني. ولا شك عن لمسة اليد ستثير الجدل اللي حصلت داخل منطقة الجزاء من جانب راموس. مع ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع أمام الأنصار من أجل هدف الفوز، من أجل النقاط الثلاثة، وأيضا الإخاء الأهلي علي عندهم فرصة كثير كبيرة إنه يسجلوا هدف ويحصلوا على النقاط الثلاثة بهالمباراة. يعني توقعنا إنه التوقع بهالمباراة يكون صعب جدا بنتيجة المباراة، وهذا الأمر فعلا اللي عم يحصل. فريقين على مسافة وحدة بالنسبة للنقاط الثلاثة، ما في أفضلية للإخاء ولا للأنصار بهالمباراة من ناحية النقاط الثلاثة، وخاصة دخلنا بالدقائق الثلاثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع مع هالفرصة لمصلحة الإخاء. هالكرة لداخل منطقة الجزاء تنقطع من الدفاعات الأنصارية. الكرة عم يقطعها محمد عسكر ولا زالت لمصلحة الإخاء. رمي التماس بهالوقت، رمي التماس رح ينفذها أحمد عطوي، يعني إن كان من جانب الأنصار أو من جانب الإخاء تنفيذ رميات التماس عم تكون الى داخل منطقه الجزاء على طريقه الكورنر. هذه وحده منهم، احمد عطوي كرته لداخل منطقه الجزاء الراسيه، ولا زالت الخطوره لمصلحه الفريق الاحمر، انما الراسيه لخارج ارض الملعب، ركله مرمى لمصلحه لاري مهنا. لاري مهنا يلعب كره اماميه، طارق العمراتي، ايضا محمد سباعي،
محمد عسكر مجددا بوسط الملعب، تنقل الكره ما بين لاعبي الانصار مع محاوله الانصار لصنع الخطوره العرضيه لداخل منطقه الجزاء. مش هيك عرضيات بتشكل خطوره امام مرمى الاخاء بكل تاكيد. تعود الكره اللي عند محمد سباعي ايضا مع الانصار مع برنس. برنس داخل منطقه الجزاء بيسقط، يعني في حال سقط برنس بطريقه التمثيل بيحتاج الامر لبطاقه صفراء. على كل الاحوال مع كره اللي عند دياغو ورمي التماس لمصلحه الاخاء الاهلي علي. دخلنا على الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. واضح بهاللقطه في دفعه نوعا ما كانت باللقطه الاخيره. ايضا ستثير الجدل حاله سقوط برنس داخل منطقه الجزاء الاخاء الاهلي علي مع رمي التماس مجددا لمصلحه الاخاء. الكره الطويله داخل منطقه الجزاء بتنقطع من الدفاعات الانصاريه ولا زالت الخطوره حمراء بهاللحظات. حسن طحان لما ايضا الكره باتجاه برنس والى خارج ارض الملعب. هالكرات من دون عنوان ايضا الكرات يعني عم تكون. شوف اللقطه مره جديده احمد عطوي وبرنس. وكانه كان في دفعه كانت من احمد عطوي. ايضا نترك هالامر لخبراء التحكيم. وبهالوقت محمد درويش عم يعلن عن نهايه احداث اللقاء بالتعادل الايجابي بين الفريقين. الموعد يتجدد على قناه الجديد يوم الثلاثاء المقبل مع نهائي الفوتسال ما بين بونك بيروت ونادي الصداقه الساعه 6 الا ربع تماما. رح تقدروا تشوفوا المباراه مباشره على الهواء. من هون لوقتها بنتمنى لجميع مشاهدينا انه يقضوا اوقات سعيده مع برامجنا. الى اللقاء.